بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. زي كل يوم بنكون مع حضراتكم وبنقول لحضراتكم أو بنتكلم مع حضراتكم عن أهم الموضوعات الخاصة بكرة القدم في مصر والنادي الأهلي. وخليني أبدأ مع حضراتكم النهاردة كالعادة الحقيقة، وزي كل يوم خلال الثلاث أيام اللي فاتوا من يوم الجمعة اللي فات لغاية دلوقتي، كل من له صلة وكل ما من ليس له صلة بالنادي الأهلي أو كل من ليس له صلة بكرة القدم بيحاول يتكلم باللي يعرفه أو باللي ما يعرفوش عن أسباب إقالة أو أسباب إقالة الكابتن سيد عبد الحفيظ، أو خليني أقولها بطريقة أخرى أو الطريقة الصحيحة منها، وهي تغيير أو حدوث تغييرات في قطاع كرة القدم. حضراتكم يعني شايفين الناس شغلة بالها الحقيقة بالنادي الأهلي وسايبة كل الأندية الأخرى، النادي الأهلي فقط. حتى في بعض الشباب أو بعض المذيعين مش مركزين مع النادي بتاعهم ومركزين مع النادي الأهلي. يعني مثلا لحد من ساعات قليلة بعض مقدمي البرامج بيتكلموا عن التغييرات اللي عملها الأهلي في قطاع كرة القدم، وأنا هسميها دايما كده وهفضل أتكلم عنها بهذا الشكل، وبيقولوا اسباب ان شاء الله. انا يعني والله حاسس ان انا على بكره كده هلاقي 3000 فيديو مثلا بيتكلموا عن 650 الف سبب وراء رحيل الكابتن سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكوره. بس خليني اقول للناس دي تحديدا، انتوا لعبتكم خسرانه لانه جمهور الاهلي بيواصل ضرب اروع الامثله الحقيقه في الانتماء والدعم لناديه مهما كانت الظروف ومهما كان جمهور النادي الأهلي يوافق أو لا يوافق، سواء من هم في موضع المسؤولية حاليا أو من تركوا مكانهم. دايما المسؤولين أو جمهور النادي الأهلي بيقف خلف مسؤوليه. الحكاية أبسط من البساطة واتكلمت فيها مع حضراتكم امبارح. بيحاول البعض الحقيقة، حتى أصدقائنا وإخواتي على فكرة، وبالمناسبة اي حد بيكتب لي حاجه على السوشيال ميديا، انا في ناس قريبه يعني ممكن ما اكونش عارفهم شكلا حتى، ولكن ممكن يكونوا، انا عارف ان هم اهلاويه واهلاويه بجد وبيحبوا النادي الاهلي بجد، فلما بيكتبوا حاجه بهتم وبشوف وبحاول ان انا ارد عليها من خلال البرنامج كمان. عشان لكن اللي بقوله انه حيثيات القرار هي شأن خاص داخل النادي الاهلي. عايز بس حضراتكم او الناس اللي بتسالني، هو انت ليه بتقول ان الحيثيات او حيثيات قرار مش التغييرات اللي بتحصل في الجهاز الفني دلوقتي او في قطاع كره القدم دلوقتي؟ لا، التغييرات اللي كانت بتحصل خلال الفترات السابقه ال 20 30 او من اول ما عرفنا النادي الاهلي لغايه دلوقتي كلها بتبقى تغييرات بدون اي قرارات او بدون ابداء اي اسباب. انا اسف، النادي الأهلي طول عمره كده وطول عمره بيتبع هذا الشكل في الإدارة. المناقشة بتكون داخل الغرف المغلقة، لأن الأهلي بيحافظ على كل أبنائه. فعشان كده أنا دايما أقول لحضراتكم هذا الكلام، وده أنا اتعلمته من حضراتكم من جمهور الأهلي، إن حيثيات القرار هي حق أصيل للجنة الكرة فقط لا غير، للكابتن خطيب، للكابتن حسام، للكابتن زكريا، للكابتن محسن. وصدقوني محدش هيطلع يتكلم في الامر ده تاني، الموضوع انتهى. او حد من حضراتكم يفكرني يقول لي اسباب اقاله فلان الفلاني قبل كده، او اسباب تغيير في قطاع الـ اي حاجه، النشاط الرياضي مثلا السنه اللي من سنتين كده كان كابتن رؤوف اللي كان موجود، دلوقتي بعديه جه الكابتن خالد العوضي مثلا. يعني حد قال ايه هي الاسباب اللي مخلت الـ الاداره تغير كابتن رؤوف وتجيب كابتن خالد العوضي؟ ما حدش قال اسباب، كلهم ولاد النادي. وبالمناسبه كابتن رؤوف موجود وبيجي كل ماتشات الكوره وماتشات السله وماتشات الطايره وموجود في كل والكابتن احمد خالد العوضي نفس الكلام برضو. انا بس هنا انا يعني ده المثل اللي جه في دماغي او ده الحاجه اللي جت في دماغي. كابتن سيد من اقرب الناس او من اكتر الناس اللي بتحب النادي الاهلي، مش انا اللي هقول الكلام ده، لكن على فكره يعني
لازم اشكر جمهور الاهلي على ردود افعاله الرائعه في كل شيء. الناس يعني بعض ما يعني الحمد لله امبارح الناس اللي اتفرجت على الحلقه ناس كتيره كلمتني او بعتت لي وقالت لي تمام مقتنعين بجزء كبير من الكلام اللي اتقال، ولكن في جزء اخر بيسالني ليه الحيثيات دي ما تتقالش غير غير داخل النادي. حد يقول لي امتى اتقالت قبل كده؟ هي حق اصيل لمجلس اداره النادي الاهلي، وبالمناسبه حضراتكم اللي بتحاسبوا مجلس الاداره على قراراته، محد مش انا يعني انا لما بنضم للجمهور بحاسب مجلس الاداره طبعا. ليه؟ لانه احنا بعد ما اتغلبنا السنه اللي فاتت 5-2 من سان داونز حضراتكم انتقدتوا الاداره مجلس الاداره واداره الكوره والجهاز الفني واللاعبين، انتقدتوا كل الناس، وده حق جمهور الاهلي ساعتها، يعني كلنا طلعنا وقلنا حق جمهور النادي الاهلي. ولكن لما اتكلمنا مع حضراتكم وقلنا ان المركب في وسط البحر، حضراتكم وقفتم، كلنا وقفنا مع بعض، كلنا حطينا ايدينا في ايدين بعض، والحمد لله المركب وصلت للنهايه وكسبنا كل البطولات اللي احنا دخلناها. ليه؟ عشان خاطر جمهور الاهلي وقف في ظهر ادارته، وقف في ظهر ادارته اللي اقرت واصرت في ذلك الوقت ان هي مفيش تغيير في الجهاز الفني ولا الاداري، على الرغم انه لو كان تم التغيير الناس كلها كانت هتسقف للاداره، ولكن الاداره في ذلك الوقت شافت ان لا مش هنغير. ليه؟ مش عند، ولكن لان هم عندهم الرؤيه كامله وهم اللي هيتحاسبوا، وهم اللي هيتحاسبوا اداره الكوره كابتن خطيب اقول المجموعه اللي موجوده هي اللي هتتحاسب. فعشان كده انا بقول لحضراتكم اللي حصل الفتره اللي فاتت ده من بعد مباراه 5-2 والهزيمه من سان داونز، اكيد انا ما عنديش فكره، ولكن كان هناك اراء بتطالب باقاله الجهاز الفني، وهناك اراء اخرى تطالب باقاله الجهاز الاداري، واراء ثالثه كانت بتطالب ان نص اللعيبه دي تقعد في بيتها. مش ده اللي حصل؟ ولكن وقفة جمهور النادي الأهلي مع قرارات إدارته اللي شافت إن لا الهدوء ونكمل نكسب القطن. هذه المباراة اللي كانت من وجهة نظري أصعب أو الكي الماتش كي ماتش من الماتشات المهمة جدا اللي كسبناه 4-0، مش عشان سهولة الماتش، لا الماتش نفسه. فكسبنا القطن، كسبنا بعد كده المباريات اللي بعد كده لغاية لما وصلنا النهائي، كسبنا النهائي حضراتكم وانا معاكم، سقفنا للكابتن خطيب ولكل مجلس الاداره ولكل اداره الكوره ولكل الناس، سقفنا لهم لانهم اتخذوا القرار اللي من وجهه نظرهم شايفينه صح في هذا التوقيت لما اتغلبنا. فهم من وجهه نظرهم او من وجهه نظر لجنه الكوره انه كابتن سيد يوم الجمعه اخر يوم ليه في النادي الاهلي او كمدير كوره، انا اسف، كمدير كوره في النادي الاهلي. ايه اللي هيحصل؟ هيجي كابتن خالد بيبو اللي هتكلم عنه بعد شويه، هيجي كابتن خالد بيبو يبقى هو مدير الكوره. اللي حصل ان كابتن سيد تاني يوم راح وقعد مع كابتن خالد بيبو وسلم واستلم، وهذه هي الامور كيفيه اداره الامور في النادي الاهلي. الامور بتدار في النادي الاهلي بهذا الشكل دائما. لا احد من حق طبعا كل الناس، انا هنا يعني لا احجر على احد ولا باصادر على راي حد، ولكن انا بقول لحضراتكم ان انا اتعلمت من جمهور الاهلي هذا الكلام. ان حيثيات ايه يعني؟ من خلاص هو اداره الكوره شافت ان الكابتن سيد عبد الحفيظ دوره انتهى كمدير للكرة يوم الجمعة اللي فات، الموضوع انتهى. هل بقى من ناس كانت عايزة تعرف هل ده كان من قبل كده واضح، ولا هل من بعد مباراة سان داونز كان متخذين قرار وبعد كده القرار اتنفذ بعد نهاية الموسم؟ هل ده حصل قبل كده قبلها بأسبوعين ثلاثة، ولا إيه اللي حصل؟ كلها كلام كتير جدا وحيثيات موجودة، ولكن موجودة عند إدارة الكرة فقط، وأنا متأكد وبقول لحضراتكم هذا الكلام عن ثقة. كل المجموعة اللي موجودة، كابتن خطيب، كابتن حسام، كابتن زكريا، كابتن محسن، محدش فيهم اتكلم مع حد، حتى كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد
يعني اتكلم طبعا مع ناس قريبه منه، ولكن في النهايه يظل دائما كابتن سيد عبد الحفيظ واحد من اخلص الناس للنادي الاهلي. خلي بالك، من اخلص الناس للنادي الاهلي. وكابتن سيد عبد الحفيظ معروض عليه حاجات هتعرفوها الفتره اللي جايه، منها لجنه التخطيط، ومنها دي اتكتبت في البيان بتاع النادي الاهلي، مجلس اداره شركه الكوره، ثم لجنه التخطيط. هل كابتن سيد رفض هذه الامور؟ هيبان الايام اللي جايه ايه اللي محتاج يستريح شويه، كابتن سيد ذهنه يستريح شويه، عنده حاجات كتيره جدا متلخبطه، اكيد محتاج يفكر كويس. لكن واضح ان في ناس لو ما اتكلمتش عن النادي الاهلي ما حدش هيشوفها، ودليل ان هم مركزين مع النادي الاهلي. والله العظيم ثلاثه، اقسم بالله ان هناك اختراعات بتتقال، اختراعات بتتقال، وما حدش هيجرنا ان احنا نروح لنماذج مش ناجحه او نبقى زيهم. عمرنا ما هنبقى كده، ولا اسلوبنا هيبقى كده. الناس سايبه انديتها ومشاكلها وديونها كل حاجه بتتكلم عن النادي الاهلي. فالحقيقه برضو مره تانية، انا ما بصادرش على كلام حد، اللي عايز يقول حاجه يقولها، ولكن يا جماعه بالعقل، كابتن سيد عبد الحفيظ ده من وجهه نظري واحد من اساطير اداره الكره في النادي الاهلي، وجهه نظري. نفس الكلام اللي هقوله على كابتن سيد، لانه 7-8 سنين موجود وهيفضل موجود، وهيفضل موجود صدقوني. الفتره دي دايما بتبقى ملتهبه وصعبه شويه، لكن بعد كده الامور بتنتهي. هل حد عنده شك؟ واحد، لا مش 1%، نص من 100% ان كابتن سيد عبد الحفيظ ما بيحبش النادي الاهلي. محدش عنده شك في كده ابدا، محدش عنده شك في كده. فعشان كده انا بقول لحضراتكم الموضوع محتاج يهدى، كابتن سيد نفسه محتاج. انا وجهه نظري ان كابتن سيد من في خلال 3 اسابيع شهر هيهدى ويبتدي يفكر هو عايز مستقبله ازاي، عايز الفتره اللي جايه ازاي، عايز يبقى موجود في اداره الكره ازاي خلال الفتره اللي جايه، عايز يبقى موجود في الاعلام ازاي خلال الفتره اللي جايه. وجهه نظره، وصدقوني كل الناس هتساعد. انا مش عايز اقول دلوقتي حاجات ما يصحش ان انا اقولها وماليش علاقه بيها، ولكن كل الناس هتساعد كابتن سيد ان هو يكمل شغله داخل النادي الاهلي بكل الطرق. مش يكمل شغله مدير كوره، يكمل شغله في حاجات تانية. ايه هي؟ معلش خلونا نستنى وننتظر الايام اللي جايه هيكون فيها ايه. وزي ما جمهور النادي الاهلي اظهر تقديره الكبير لكابتن سيد عبد الحفيظ ومسيرته قبل كده لاعب ودلوقتي مدير كوره، كمان الحقيقه عجبني جدا تقديم الدعم الكبير للكابتن خالد بيبو. وبالمناسبه احنا كلنا جيل واحد، انا وكابتن خالد وكابتن سيد، كلنا قريبين من بعض، كلنا عارفين تفكير بعض، كلنا بنشترك في شيء واحد وهو حب النادي الاهلي، كلنا اخوات عفوا، وعندنا وعشنا مع بعض انا وكابتن سيد وكابتن خالد وكابتن اسامه حسني وكابتن وائل جمعه، وكل الناس دي عشنا مع بعض ايام. مش عايز اقول لحضراتكم كنا يعني مع بعض ازاي، سواء في النادي الاهلي او في المنتخبات الوطنيه. والله العظيم ثلاثه كنا بنقعد مع بعض اكتر ما بنقعد في بيوتنا. وبعدين لما تيجي تتكلم عن خالد بيبو، اسم مرتبط بفرحة كبيرة جدا لجمهور النادي الأهلي، فرحة 6-1. لما تتكلم عن بيبو هتفتكر كابتن خالد بيبو، يعني تفتكر نهائي أفريقيا 2001 في الذهاب، كابتن سيد عبد الحفيظ سجل هدف التعادل للأهلي مع سان داونز، وفي القاهرة كابتن خالد بيبو سجل هاتريك وحقق النادي الأهلي البطولة. دلوقتي كابتن خالد بيبو بدأ مشواره كمدير للكرة مع النادي الأهلي، والأجواء أكثر من رائعة، عنده ملفات كتيرة بيشتغل عليها،
طبعا بينسق مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر عشان الموسم اللي جاي عندنا أجندة صعبة جدا، عندنا معسكر بيتم ترتيبه، ربنا يعينه الحقيقة على المهمة الكبيرة اللي فيها كابتن خالد. ومرة تانية أنا قلتها امبارح وهقولها النهاردة، لا أحد يقارن بكابتن سيد عبد الحفيظ، زي ما كان كده بنقول لا أحد يقارن بالله يرحمه كابتن طارق سليم، زي ما كده بنقول لا أحد يقارن بالله يرحمه كابتن ثابت البطل. إن شاء الله كابتن خالد بيبو قدها وقدود، إن شاء الله كابتن خالد بيبو زي ما فرحنا في 6-1 وزي ما فرحنا في أوقات كثيرة جدا وفرح كل جمهور النادي الأهلي، إن شاء الله يركز أكتر وأكتر خلال الفترة اللي جاية، لأن عليه مهام صعبة جدا. النادي الأهلي وضع أو ثقته في خالد بيبو عشان يكمل مشوار العظماء في إدارة الكرة أو كمدير للكرة داخل النادي الأهلي. كابتن خالد بيبو واحد من الناس اللي أنا متأكد إن شاء الله، خصوصا بعد الدعم الكبير اللي بشوفه من جمهور النادي الأهلي خلال الأوقات القليلة السابقة لكابتن خالد بيبو في مكانه الجديد كمدير للكرة. كمان لازم اتكلم عن وليد سليمان، عن كابتن وليد سليمان اللي قضى مسيره رائعه مع الاهلي، احد الكوادر الشابه اللي مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب بيسعى لتحضيرها ليستثمرها النادي الاهلي في المستقبل. وليد سليمان بطبعه هادي، ما بيتكلمش كتير، بيحب يتعلم، ملوش مشاكل مع حد سواء على المستوى الفني، حاصل على رخصه ايه وعلى المستوى ده، على المستوى الفني، على المستوى الإداري حصل على دبلومة الفيفا للإدارة الرياضية، وحاليا بيبدأ مشواره رئيسا لقطاع الناشئين في النادي الأهلي، وأعتقد أن معاه كوادر هيستفيد منهم وهم هيستفيدوا منه وهيكونوا معاه فريق عمل إن شاء الله يكون أكتر من رائع. كابتن أحمد ناجي وكابتن بدر رجب الحقيقة هيكون أعتقد لهم دور كبير جدا جدا في اللي بيحصل خلال هذه الفترة. والحقيقة الأهلي دايما محظوظ بأبنائه، يعني لما نشوف كابتن وليد سليمان وتشوف كابتن ناجي وتشوف كابتن بدر رجب، هذا الثلاثي فعلا قدوة لأي ناشئ. تواجدهم في قطاع الناشئين إن شاء الله هيعمل شكل مختلف ورائع، وهيكمل على الشغل اللي كان للنادي الأهلي. بالمناسبة هو مش اسم بيعمل تطوير، هو النادي الأهلي بيطور من قطاع ناشئين. اللي بينفذ سياسة النادي الأهلي أو مجلس إدارة النادي الأهلي كان الفترة اللي فاتت كابتن خالد بيبو، دلوقتي كابتن وليد سليمان هو اللي بينفذ سياسة النادي الأهلي. كابتن وليد أنا متفائل جدا ليه ومتحمس له ومتحمس لتجربته جدا، وإن شاء الله نشوف بإذن الله نجاحات ليه خلال الفترة القادمة ونتكلم هنا عنها داخل قناة النادي الأهلي. النهاردة أيضا لجنة العضوية في النادي الأهلي عملت حاجة جديدة، والحقيقة أنا بحييهم عليها، لأنهم دايما بيختاروا أو بيحاولوا يسهلوا الأمور على كل الأهلوية اللي عايزين يشتركوا في النادي. طبعا في مغتربين كتير خارج مصر وأهلوية نفسهم ينضموا لعائلة النادي الأهلي. لجنة العضوية بدأت تعمل المقابلات الشخصية للراغبين في الانضمام لعضوية النادي الأهلي وعائلة الأهلي أونلاين، زي ما حضراتكم شايفين يعني بتسهل كتير جدا جدا على المغتربين الراغبين في الانضمام لعائلة الأهلي. وده زي ما بقول لحضراتكم الفكر المتطور، انك تستغل كل الأدوات عشان تسهل عملية انضمام او انضمام اي حد حابب ان هو ينضم لعضوية النادي الأهلي ولعائلة النادي الأهلي، وتسهل على عضو الجمعية العمومية اللي يعني زي ما قلت لحضراتكم الجمعية العمومية للنادي الأهلي دايما بيكون ليها دور مهم وكبير جدا جدا في كل الإنجازات اللي بنشوفها في النادي الأهلي. الحقيقة إن ده مش جديد على مجلس إدارة النادي الأهلي ولا على النشاط المعتاد من لجنة العضوية والأستاذ طارق أنديل. حضرتك دلوقتي لو حابب تنضم وتعمل عضوية في النادي الأهلي، المقابلة الشخصية ممكن تعملها من أي مكان في العالم، أونلاين، زوم، تخش تلاقي الأستاذ طارق تتكلم معاه، تخلص تلاقي الدنيا بقت زي الفل. تحية كبيرة الحقيقة للجنة العضوية ولمجلس إدارة النادي الأهلي على كل هذا الأداء الرائع اللي دايما بيعملوه خلال الفترة الأخيرة.
خلينا بقى نكمل كلامنا في الكورة، وهقول لحضراتكم على حاجة أنا بصراحة مش فاهم هي حاجة تضحك ولا تبكي. يعني أنا مش عارف أضحك ولا أعيط. النهاردة اتحاد كرة القدم اجتمع الصبح مع ممثلي بعض الأندية المعارضة لفكرة دوري الدرجة الثانية. وبعدها على طول بعد الاجتماع ده سربوا ورقة بيقولوا إن الاتفاق تم، بعيدا عن الأخطاء الإملائية اللي موجودة في الورقة. الاتفاق اللي تم إيه بقى؟ الاتفاق اللي تم أن هناك نظام دوري القسم الثاني من مجموعة واحدة 20 فريق اللي هو دوري المحترفين، هيصعد منهم أول فريقين في الترتيب للدوري الممتاز مباشرة، يعني أول وتاني هيصعدوا مباشرة للترتيب. طب الفريق الثالث في نفس الورقة اللي فيها الأخطاء الإملائية الكثيرة جدا دي، اللي هي زي إيه؟ الكبات محمد بركات والأستاذ عبد الحميد رئيس نادي كفر الشيخ، كأنه مثلا ما يعرفوش اسم رئيس. المهم يعني قالوا في نفس الورقة دي بتاعتهم إن الدوري القسم الثالث هيكون 6 مجموعات. أوائل ال6 مجموعات دول هيلعبوا دور الترقي، واللي هيفوز بيها هيصعد مباشرة من القسم الثالث للدوري الممتاز. تخيل أن ممكن جدا نادي ميزانيته في السنة 1 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 3 مليون جنيه، 5 مليون جنيه، يلاقي نفسه فجأة من الدرجة الثالثة يصعب للدوري الممتاز، والنادي كله. أنا ما بعيبش في أندية والله العظيم ولا بقول أي حاجة، أنا بقول إيه الفكرة؟ يعني النادي ده، النادي اللي بيطلع الدوري الممتاز أكيد ما عندوش ملعب يلعب فيه، فمبدئيا هيأجر ملاعب، هيجيب فلوس الملعب منين؟ إذا كانت هو ميزانيته كلها، ما احنا خلينا نتكلم بالمنطق، اللي في الدرجة الثالثة كلهم نشوف حضراتكم أعلى ميزانية فيهم كام؟ 10 مليون جنيه؟ أنا مش عارف، مستحيل يعني، بس ماشي بيقولوا لي مستحيل، ماشي اعتبرها 10 مليون جنيه. طيب هيأجر بيهم، هيجيب لعيبة جديدة، لأن اللعيبة اللي موجودين في الدرجة الثالثة يعني إذا كان في الدرجة الثانية بيغيروا كل اللعيبة، فما بالك بالدرجة الثالثة؟ خلاص دي أول حاجة، أدي عقود اللاعبين، على الأقل عايز لك 15 20 لعيب جديد. لو كل لعيب بياخد 1 مليون جنيه، 1 مليون جنيه، أدي 15 20 مليون جنيه. طيب الانتقالات، إيجار الملاعب، التزامات عقود اللاعبين، الملابس، أي حاجة، بقية الحاجات، حاجات كتيرة جدا، المعسكرات، كل الأمور الخاصة بصناعة كرة القدم، الناس هتجيب فلوس إزاي؟ يعني كيف يمكن أن تفكر أن ترضي الجمعية العمومية بهذا الشكل؟ وجهة نظري إن اللي بيتقال ده هو إرضاء للجمعية العمومية علشان الانتخابات القادمة، لأن الكلام ده ما بيحصلش في أي دوري في العالم، ما بيحصلش في أي دوري في العالم. بعدها بشوية، بعد ما الورقة دي اللي نزلوها من شوية دي اللي وريتها لحضراتكم، بعدها بشوية اتحاد الكرة كمل تسريبات، ولكن قال لي بقى إحنا مش هنعمل الكلام ده، واتفقنا مع الأندية، ويعني اللي فات ده كأنه لم يكن، ده تسريب، خلي بالك ده مش رسمي. طب هتعمل إيه اتحاد كورة؟ أكيد بقى هتعمل الصح، صح؟ انتظرنا التسريبات، ما احنا فاهمين يعني شوية. قال لك إيه؟ قال لك إحنا هنعمل دوري القسم الثاني 20 فرقة، تمام يا سيدي، وعلى فكرة كلنا في ظهركم في هذا الأمر. يصعد أول 2 للدوري الممتاز برضه؟ طيب والثالث هيصعد ازاي؟ هيبقى دوري القسم الثالث 3 مجموعات، اوائل ال3 مجموعات هيلعبوا مع الثالث من دوري المحترفين اللي هو في القسم الثاني يعتبر، ويلعبوا على الصعود، واحد من ال4 فرق دول هيصعد للدوري الممتاز. يعني برضو في احتماليه لصعود احد فرق الدرجه الثالثه مباشره للدوري الممتاز، يعني ينطوا درجتين مرة واحدة. أنا زي ما قلت لحضرتك أنا بفكر فيها بهذا الشكل. وبعدين 20 المحترفين
الحقيقة لما تقرا ال 20 فريق هتلاقيها اسماء قويه جدا وهيفحطوا في بعض وهيلعبوا ماتشات حلوه جدا وكل حاجه. طيب هل يمكن ان انت تساوي الفريقين اللي هيطلعوا دوري ممتاز بالفريق لو صعد فريق بالدرجه الثالثه اللي هو عدد مبارياته اقل والمستوى الفني فيه اقل، تساويه بدوري المحترفين اللي فيه 20؟ خد بقى عندك الاسماء، اسوان وحرس، الثلاث فرق اللي نزلوا من الدرجه الثانيه مع الترسانه، مع هنا مع هنا، كلها اسماء كبيره. طب ما تزعلش مني يعني. انديه الدوري المحترفين تصرف ليه؟ طالما انت هتصعد اثنين بس مش هتصعد ثلاثه. برضه تفكير غريب جدا. للاسف اتحاد كره القدم حتى الان كل الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده تسريبات من اتحاد كره القدم، بس انا وريتها لحضراتكم بالورقه. الى الان لم يتم الاعلان بشكل رسمي او بيان يوضح بخصوص شكل مسابقه الموسم اللي جاي، ودي حاجه غريبه جدا. واتحاد كره القدم شغال تسريبات كلها بتقول ان في حاجه غلط بتحصل في القسم الثاني والثالث. اللي انا عارفه من مصادرنا ان اتحاد كره القدم هينزل بيان كمان شويه، ويعني هيقول التفاصيل التانية اللي هي الانديه اللي في الدرجه الثالثه هيبقوا ثلاث مجموعات، وهيطلع منهم الثلاث فرق، اوائل الثلاث فرق هياخدوا الثالث من دوري المحترفين ويلعبوا دوره يطلع منهم واحد. ده اللي هيقوله اتحاد كره القدم في البيان بتاعه. طب اتحاد كره القدم هل هو يعني بيقول لنا نكتة؟ بيهزر معانا؟ أنا قلت لحضرتك هو فعلا بجد ممكن يصعد فريق مباشرة من الدرجة الثالثة للممتاز؟ أولا هيضر بمستوى فني، ما عندوش فلوس يدفع كل ده، مش عارف. طب دي التسريبات ونظام الصعود، طب إيه نظام الهبوط؟ حسب التسريبات يعني؟ معرفش. طب هل من الممكن ان نادي من الدوري الممتاز ينزل مباشره للدرجه الثالثه؟ ما هو واحد ممكن يصعد من الدرجه الثالثه، فهل ممكن ينزل من الدوري الممتاز للدرجه الثالثه؟ طيب الهبوط من القسم الثاني هيبقى شكله عامل ازاي؟ محدش عارف، محدش بيقول لنا حاجه والله. طب اللي بيحصل ده ليس له اي تفسير منطقي. اتحاد كره القدم يجب أن يتحمل مسؤولياته ويعلن لنا عن هذه التفاصيل ونظام المسابقات بشكل نهائي. أتمنى أن ده يحصل خلال زي أي حاجة طبيعية بتحصل في العالم كله. طيب عشان وقتنا بيجري الحقيقة، النهاردة أو بعد قليل هلتقي مع النجم الكبير كابتن أحمد عادل وهنتكلم فنيا عن كرة القدم. النهاردة جالي من رئيس اللجنة العليا للجان الأستاذ أو المهندس وليد مبروك أغنية عاملينها إخواتنا ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال لجنة ذوي الهمم، عاملين لنا أغنية حلوة جدا، أغنية رائعة. وخلي بال حضراتكم دايما مثل هذه الامور بتخلينا نبقى مبسوطين. النادي الاهلي دايما بيحاول ان هو يحافظ على ولاده، دايما بيحاول ان هو يعلي ولاده. عندنا لجان النادي الاهلي المختلفه، وبالمناسبه هنحاول نعمل مع حضراتكم الايام القادمه حلقه تخص هذه اللجان، لانه اللجان دي بتتعب جامد جدا جوه النادي الاهلي علشان لها دور داخل المجتمع. النادي الأهلي له دور داخل المجتمع، المجتمع الموجود. احنا عندنا لسه كنت بتكلم مع مجموعة من الأصدقاء أعضاء الجمعية العمومية، احنا عندنا تقريبا واصلين لمليون فرد موجودين في النادي الأهلي في كل فروعه المختلفة يعني، أو في كل مقراته المختلفة. فعشان كده أنا بقول لحضراتكم النادي الأهلي لجانه المختلفة كلهم الحقيقة بيعملوا دور مجتمعي رائع جدا، ومن ضمن هذه اللجان زي ما قلت لحضراتكم لجنة ذوي الهمم. فالأستاذ وليد مبروك أو المهندس وليد مبروك
بعت لي، وكنت سعيد جدا وانا قاعد بتفرج على هذه الاغنيه، اغنيه رائعه، اغنيه جميله، اغنيه في حب النادي الاهلي من اخواتنا ذوي الهمم. اخيرا انا بشكر جدا مهندس وليد مبروك رئيس اللجنه العليا للجان، وبشكره بشكره هو وكل اللجان وكل رؤساء اللجان وكل اعضاء اللجان الحقيقه من خلال المهندس وليد مبروك. خلينا نطلع نشوف هذه الاغنيه، وبعد هذه الاغنيه فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن احمد عادل في ضيافه البيت الكبير. صنع التاريخ شيء مش بسيط ولا بالسهوله، والمجد يجي من بطوله ورا بطوله، ومعاك يا اهلي راس عليا تملي فوق، فوق الجميع يا اهلي في اللعب ببطوله. روح الفانيلا الحمراء بتهد الحجر، والدنيا شهداء بين الاهلي من حضر، لعب بحماس ومعلب على اخر دقيقه، والحظ يا ممكن من الاهلي دايما خطر. اهم 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 الشياطين الحم، والتالتة شمال بتهز جبال وتقيد الدنيا غم. اهم 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 الشياطين الحم، جمهور حماوي تملي معاه مع حب الاهلي قام. نادي المبادئ والقيم فارق كتير، افريقيا عارفة كلها مين الكبير، ده نادي القرن مين بقى يقدر عليه. عشان كده جمهوره بيشيله في عينيه. هم 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 الشياطين الحم، التالتة شمال بتهز جبال وتقيد الدنيا جم. هم 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 الشياطين الحم، جمهور حماه وتملي معاه حب الاهلي قام. صنع التاريخ شيء مش بسيط ولا بالسهوله، والمجد يجي من بطوله ورا بطوله، ومعاك يا اهلي راس عليا تملي فوق، فوق الجميع يا اهلي في اللعب ببطوله. روح الفانيلا الحمرا بتهز الحجر، والدنيا شاهده بان الاهلي بمن حضر، لعب بحماس ومعلم الاخر دقيقه، والقضيه ممكن ما الاهلي دايما خطر. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره نجم الكبير كابتن احمد عادل. ازيك يا ابو حميد؟ حبيبي كابتن اسلام. ازيك يا حبيبي؟ ربنا يخليك، وسعيد جدا وانا موجود مع حضرتك. ربنا يخليك. الدنيا عامله ايه؟ والله زي الفل. عامل ايه في الحر ده؟ في الساحل. في الساحل؟ بتعوم؟ مع الولاد وكده. البحر والولاد احلى حاجه اليومين دول، مش عايزين غير بحر فقط لا غير. ما دي الفتره الوحيده اللي انت بتفصل فيها في الصيف. معظم الوقت بقضيه مع اولادي يعني، فاريح لهم ان هم بيقعدوا بعد الدراسه في الساحل، خلاص بقى. تمام كده. طيب ربنا يعني يكرمك بيهم ويكرمهم بيك يا رب. احمد خليني ابدا معاك كالعاده، الموسم التاريخي اللي عامله النادي الاهلي حتى الان الحقيقه، وخمس بطولات في 8 9 شهور الحقيقه. موسم انتهى بحلو ما فيهوش مر الحقيقه، حتى يعني الحمد لله ربنا كرمنا في كل المباريات. فبالتالي كيف ترى هذا الموسم التاريخي الحقيقه، وما به من انجازات تاريخيه؟ اكيد يا كابتن، على مدار السنين الاخيره انا بقول ان ده دايما موسم استثنائي كجيل حالي موجود داخل النادي الاهلي من اللعيبه، زائد انا بشوف النادي الاهلي كسب مدير فني ذكي جدا ذو خبرات كبيره جدا، بشوف ان هو حقق العلامه الكامله على مدار الموسم، راجل بيحرز كل البطولات مع جيل حالي، بشوف من احسن الاجيال على مدار تاريخ النادي الاهلي،
زائد انجازات كبيره تحسب لمجلس اداره النادي الاهلي وتوفير الاستقرار داخل النادي مع بعض القرارات. انا بشوف ان هي بتضيف على مدار الموسم قرارات مجلس الاداره بتضيف للجهاز الفني والجهاز الفني واللعيبه على ما اعتقد، مع التجديد لبعض اللعيبه مع استقطاب بعض اللعيبه اللي بتضيف لسكواد النادي الاهلي، اعتقد ان موسم استثنائي اللي يحسب لكل المنظومه بشكل عام. استقطاب اللاعبين بدايه من امام عاشور ثم رضا سليم، شايف الصفقتين دول ازاي والاهلي محتاج ايه خلال الفتره دي؟ احنا عارفين ان الاهلي يعني بيتقال ان هو عايز مهاجم مثلا. اكيد يا كابتن اسلام، يحسب للمجلس الاداره بالجهاز الفني وحتى توفير الاستقرار ان انت بتحافظ على القوام الاساسي للنادي الاهلي مع التضعيم في بعض المراكز اللي محتاجها المدير الفني، وده دايما اللي بتكلم عليه مع مجلس اداره النادي الاهلي ان هو بيوفر كل سبل امكانيات البطوله للراجل مع متطلباته. يعني في حاله رحيل حمدي فتحي جه امام عاشور ان هو بيحل محل او نفس البوزيشن، التغيير البسيط اللي بيحصل في بعض المراكز ده بيدل على استقرار كبير للجهاز الفني، وخصوصا انت بتتكلم في موسم استثنائي احرزه فيه كل البطولات، فمهم جدا ان انت تحافظ على القوام الاساسي للفرقه، وده حصل مع التدعيم زي ما قلنا بصفقه امام عاشور او رضا سليم، اكيد هيبقى اضافه للفريق، ودي متطلبات المدير الفني دي اللي بيوفرها مجلس اداره للجهاز اكيد. الفرق الكبيره دايما بيبقى محتاجه، يعني دايما لما كان يجي لعيب يقول لك اصله لا، هو مش معنى ان يجي لعيب ان اللعيب اللي جه مكانه هو وحش، ولكن انت دايما بتبقى في الفرق الكبيره محتاج اضافات بسبب عدد المباريات الاكثر، عدد البطولات الاكثر اللي بتشترك فيها، وجود معظم اللعيبه في المنتخب الوطني، وبالتالي انت دايما بتحتاج للعيبه جديده. اكيد يا كابتن اسلام، انت زي ما حضرتك بتقول في الفرق الكبيره مهم جدا في كل مركز يبقى 2 أو 3 لعيبه مظبوط يحلوا محل، انت عارف النادي الاهلي بيشارك في 5 أو 6 بطولات على مدار الموسم، يبقى عندك حالات اصابات برضه. البطولات كترت يا احمد عن زمان، البطولات كترت، وانت النادي الاهلي بتوصل فاينل وبتلعب وبتكسب فاينل، يعني انت بتلعب طول البطوله، بتلعب 16 مباراه او 18 مباراه على مدار كل بطوله، فمع تلاحم المباريات مهم جدا يبقى عندك سكواد 25 لعيب ان هم في اي مركز اللعيب اللي بينزل بيقدر يشارك ويؤدي الدور اللي عليه وزياده، ودي فعلا مميزات مستر كولر، ان انت لما بتغير اي لعيب ما بتلاقيش سيستم اللعب بيتغير، لكن سيستم اللعب هو واحد مع تغيير طرق اللعب. مهم جدا يبقى ال 25 لعيب عندهم ملكه ان هم يستوعبوا شغل الراجل مع تنفيذ بعض التعليمات، وده اللي بيقدر يوفروا الجهاز الفني للعيبه، واللعيبه فعلا بيبقى عندها الاستيعاب ده ومساعدين الراجل بشكل كبير جدا. عايز اسالك عن كولر تحديدا قبل سان داونز وبعد سان داونز، ايه الفرق في الشخصيه بمعنى ايه؟ هل لحق اتعلم مثلا، عرف الشكل؟ خلي بالك اول سنه ليه في افريقيا او اول مره ليه في افريقيا من المدربين الاوروبيين اللي اول مره حتى يجي للمنطقه العربيه، وبالتالي كان تحدي كبير بالنسبه له. اكيد يا كابتن اسلام، مهم جدا مدير فني يبقى عنده دوافع كبيره جدا تتناسب مع سياسة النادي، ودي اللي الراجل قدر يستغلها، وخصوصا زي ما بقول لحضرتك الأجواء والمناسبة بالنسبة له ان هو واخد كل سبل امكانيات البطولة، ان هو مريح اللعيبة بشكل كبير جدا، اعاد الثقة لبعض اللعيبة فرقت بشكل كبير جدا، واهمها مفاتيح لعب النادي الاهلي انا بشوف ان من اهمهم كان بيرسي تاو وحسين الشحات، استعادوا مستواهم بشكل كبير جدا، وده اللي فرق معاهم الراجل مع عودة كهربا، والراجل مديله كل الأريحية وكل الثقة ان هو يرجع برغم الضغوط كلها اللي كانت عليه. دي مميزات الراجل ان هو حتى غير طريقه اللعب من 4-2-3-1 الطريقه المعتاده لاغلب فرق الدوري ل 4-3-3 مع بعض المهام الهجوميه اللي كان بيديها لما كان حمدي فتحي موجود، بيديها ان هو يعمل الزياده العدديه ورا خط الفرود، وده اللي الراجل بيقدر يشتغل عليه بشكل كبير جدا مع اي تغيير، حتى ما كان بينزل قفشه او بعض اللعيبه لما بتبقى فيها تغييره بتقدر تأدي الدور، وده الراجل مدي الأريحية لكل اللعيبة كل مفاتيح اللعب مع فوقان دايما اللي بتكلم عليه علي معلول، ومن أهم مفاتيح اللعب مع استعادة محمد هاني لمستواه على مدار أنا بشوف إن 28 مباراة و 29 مباراة بنفس المستوى فرق معاه بشكل كبير جدا. محمد هاني الحقيقة مستوى رائع، هايل يا كابتن إسلام، واللي ضاف كمان لهاني إن هو بقى عنده صفة القائد، يعني القائد داخل الملعب بقى مع قوة الشخصية، ده اللي استعد بشكل كبير جدا. زي ما بتكلم دايما على فريق النادي الاهلي، انت عندك 7 أو 8 مفاتيح لعب مش متوفرين في اي فريق مع احترامي على مستوى افريقيا او على مستوى محلي، اهم 8 مفاتيح لعب على مستوى افريقيا
بيقدر يستغلهم الراجل مع تغيير بعض المراكز من اللعيبه اللي بتنزل بتضيف للفريق. فده كل الاسباب دي اكيد هتلاقي بطوله في الاخر اكيد. اسباب سر او سر نجاح المدرسه السويسريه كده كابتن الاريحيه في اللعب، يعني اريحيه في اللعب. الراجل مدي زي ما بقول لحضرتك، مدي الاريحيه لكل اللعيبه. في مدير فني مهم جدا ان انت تنفذ تعليماته وما بيدكش حته الابتكار. يعني انت كلاعب ما بيدكش حته الابتكار، بيبقى عايز يسيطر عليك في جميع او في كل حالات اللعب، لكن الراجل سايب كل اللعيبه تلعب براحتها مع الالتزام، الالتزام بالتكتيك اللي داخل الملعب، مع الالتزام بالمركز داخل الملعب. ودي كان من اهم اهم الاسباب اللي الراجل بيشتغل عليها طول الموسم، ان كله بيلتزم بمركزه، حته ان كله بيبقى لازم يبقى تحت الكوره، ودي كانت مهمه جدا. تقارب الخطوط، كل الخطوط مع بعض، الحاله التنظيميه، حته الترحيل، دي كل الراجل دي على مدار الموسم ده اللي شفته شغال عليها بشكل كبير جدا، واللعيبه مساعداه اكيد بشكل كبير جدا في حته تنفيذ طريقه اللعب. طيب كيف ترى طريقه اللعب اللي بيلعب بيها مستر كولر؟ هل بتختلف باختلاف البطولات؟ هو لعب في بطولات كثيره، كاس مصر، دوري، سوبر من مباراه واحده، فبالتالي هل بتختلف الدوري، دوري ابطال افريقيا؟ اكيد هي اقوى بطوله، هي اقوى بطوله دوري ابطال افريقيا. وانا بشوف ان الراجل الثبات على التشكيل او ثبات على القوام الاساسي او ثبات على طريقه اللعب، دايما الراجل بينزل بيفرض اسلوب لعب، ودي اللي كانت السنين اللي فاتت غايبه عن النادي الاهلي. ان مهم جدا ان انت كمدير فني تعرف ان قيمه النادي الاهلي. صحيح. سواء بتلعب داخل الملعب او خارج الملعب، سواء مع فريق صغير او فريق كبير، مهم جدا ان انت تفرض اسلوب لعبك من اول دقيقه، طريقه اللعبه ما بتتغيرش. مهم جدا يبقى عندك مفاتيح لعب كتير جدا، حته الترحيل او الزياده العدديه زي ما قلت لحضرتك كان بيعملها حمدي فتحي، دي كانت جديده عن النادي الاهلي وما كانتش موجوده، مع الارتداد السريع، ودي ملكه مش عند اي لعيب. يمكن الراجل توظيف جديد لحمدي فتحي وهو بيلعب رقم 8 باللي هي بوكس تو بوكس واثنين ديفندر، وبيعمل الارتداد السريع ده على نص الملعب، بيرجع يلعب ثلاثه تاني في نص الملعب. فدي كانت من مميزات الراجل اللي اضاف للتشكيل بشكل كبير جدا، هي طريقه اللعب دي لما بيلعب 4-3-3 مع الزياده العدديه اللي بيعملها حمدي فتحي والارتداد السريع لنص الملعب. اعتقد ان دي هيأديها وممكن افضل شويه هو امام عاشور. بعض التغييرات في قطاع كرة القدم اخرها الحقيقه بعد دكتور احمد ابو عبله، كابتن سيد عبد الحفيظ، تعيين كابتن خالد بيبو، حتى الان لسه لم يتم تعيين دكتور الفريق، ولكن في الايام القادمه سيتم تعيين الدكتور. من وجهه نظرك كيف ترى هذه التغييرات في ظل وجود سياسه دائما في النادي الاهلي؟ دائما يا كابتن اسلام مفيش مشاكل، كله بيأدي دوره، لا خلاف على طبعا دور كابتن سيد عبد الحفيظ الفتره الاخيره، تحقيق العلامه الكامله مع الجهاز الفني، كيفيه الفرد ان هو ازاي يسيطر على اوضه لبس النادي الاهلي، الانتظام اللعيبه كلها، احترام اللعيبه للمدير الكوره او المدير الفني، مش هتلاقي مشاكل كتير جدا داخل اوضه اللبس. ده بيرجع، وكنا بنشيد دايما على طول الفتره الاخيره لما بطلع في اي حته لازم بشيد بدور الكابتن سيد عبد الحفيظ وكيفيه السيطره على اوضه اللبس. يمكن دي من اهم المميزات اللي بيتميز بها كابتن سيد. لكن خلاص من وجهه نظر المجلس الاداره، ودايما الاسباب دي بتخص مجلس الاداره. لسه كنت هسالك في هذا الامر، لانه الحقيقه يعني انا قعدت اراجع حاجات كتيره جدا قبل ما اطلع النهارده. السنين اللي فاتت لما تم اتخاذ قرار بانه اربع لاعبين من الاسماء الكبيره جدا في 92 93 على ما اتذكر، كابتن علاء ميهوب، كابتن ربيع ياسين، كابتن طاهر ابو زيد، كابتن محمود صالح، هذا الرباعي، ولم يتم اعلان اسباب، حتى لو كانت الاسباب واضحه للبعض، ولكن دائما النادي الاهلي بيحتفظ لنفسه بالاسباب داخل الغرف المغلقه. يعني ممكن جدا يكون الكابتن خطيب وكابتن حسام غالي وكابتن رضا وكابتن زكريا ناصف وكابتن محسن صالح وهم قاعدين مع الكابتن سيد اتكلموا معاه في بعض الاسباب الخاصه بهذا الامر، وسواء هم او الكابتن سيد ما حدش فيهم هيطلع يتكلم في مثل هذه الامور، عمري ما شفتها يعني قبل كده. على الرغم من ان انا اصل انا بلاقي انتقادات شديده جدا لبعض الناس تتكلم تقول لك ايه، وانا متاكد ان هم ما بيشجعوش النادي الاهلي او ما بيحبوش النادي الاهلي او ما يعرفوش النادي الاهلي. هم يقول لك ايه، انتوا ما بتقولوش عن الاسباب. طب ما مين اللي ما حدش بيقول؟ طب امتى حصلت ان حد إيه؟ ما تقولش ان فكرني. سر النجاح النادي الاهلي. اوكي. سر النجاح النادي الاهلي هي اسبابه تخصه هو.
في بعض القرارات، سواء استقطاب بعض اللعيبه، سواء قرارات في الجهاز الفني، سواء في قرارات في الجهاز الاداري. دي ما يخص مجلس الاداره والكابتن سيد بالاخص. والاسباب مش هتطلع بره، اسباب سلبيه، اسباب ايجابيه، مجلس الاداره مش هيطلعها. انا بشوف ان القرار الفتره دي هو قوه مجلس الاداره، ان انت بتاخد قرار وانت زي ما بنقول موسم استثنائي، تاخد قرار بالكابتن سيد. لو مجلس الاداره ضعيف، او مجلس الاداره كان ممكن من سنتين لما الاهلي ما خدش دوري ولا خد كاس كان ممكن ياخد بعض القرارات، كله كان هيروح في صف مجلس الاداره. لكن لا، مؤخرا حتى في ماتش 5-2 انت اتغلبت من سان داونز، كان ممكن جدا يمشي احمد عادل، يبقى احمد عادل اللي شال الليله، ولكن التفكير برافو عليك طبعًا. يعني انت قلتها قبل ما انا اقولها طبعا. يعني دايما معروف مجلس اداره النادي الاهلي على مدار العصور بيعرف يحمي لعيبته كويس، بيعرف يحمي اداريينه كويس، بيعرف أبنائه. يحمي الكوادر بتاعته كويس، بيعرف يحمي ابنائه كويس. مش اللي هو مجلس اداره بيرمي الكوره في ملعب الجمهور او بيرمي الكوره صحيح. في ملعب الشارع حتى، برافو عليك. لا، دي قوه شخصيه من مجلس اداره، ان هو بياخد في التوقيت وانت محقق كل حاجه. لكن الاسباب تخص كابتن سيد، اسباب تخص مجلس الاداره، ودايما الاسباب مش تطلع. ده اللي احنا اتربينا عليه داخل النادي الاهلي بالظبط، دي الاسباب مش تطلع بره مجلس الاداره وبره كابتن سيد. لكن انا بشوف ان خلاص التوقيت المناسب هو ده، ان يحصل بعض التغيير. وفي بعض الاوقات يا كابتن اسلام التغيير مهم، التغيير مهم حقيقي للفتره القادمه. لكن بيجي كابتن خالد بيبو عنده ملك ان هو يسيطر على اوضه اللبس، مع قوه شخصيه، مع كيفيه الاداره، ادار القطاع بشكل كبير جدا، بنجاح كبير جدا. اتمنى التوفيق ليه، كل الدعم للكابتن خالد بيبو وبقيه الجهاز الفني، ان هو يكمل مسيره بعد الكابتن سيد. ده اللي احنا متعودين عليه دايما. لكن دايما هقول ان الكابتن سيد عبد الحفيظ اكيد كان ادى دوره بشكل كبير جدا، وبشوف ان هو من اهم مديرين الكوره اللي مروا على تاريخ النادي الاهلي. كنت بتكلم على كابتن ثابت البطل وكباتن القدام، لكن انا بشوف ان هو اسطوره في اداره الكوره. يمكن انا استفدت منه بشكل كبير جدا، حتى قبل ما اشتغلت في الاولمبي شويه كنت بقعد معاه بشكل كبير جدا، اضاف لي حتى على المستوى الاداري بشكل كبير جدا، واهمها حته الحكمه والسيطره على اوضه اللبس. اضافه كانت كبيره جدا للنادي الاهلي، واتمنى له التوفيق في اي مجال تاني او في اي حاجه هيخوض فيها. قيمه كبيره داخل النادي الاهلي، ويظل ابن من ابناء النادي الاهلي. ولا تصح المقارنات. يعني ايه؟ يعني وجهه نظري ان ما ينفعش اقارن كابتن خالد، طب هو عمل ايه لو كان كابتن سيد في الموقف. انا وجهه نظري لا، كابتن خالد له اعتقد، يعني كابتن خالد انا عارفهم الاثنين كويس، الاثنين اخواتي. ف كابتن خالد له اسلوب مختلف تماما عن كابتن سيد. كابتن سيد ممكن يكون يعني فاهم اللعبه قوي، فاهم الموضوع قوي. كابتن خالد نفس الكلام، ولكن عايز بقى يفرض سيطرته واسلوبه خلال الفتره اللي جايه، لانه قد يكون اسلوب مختلف، قد يكون اهدأ، قد يكون اكثر هدوءا مثلا. بص يا كابتن، انا ما بحبش المقارنات عموما. دايما يعني هتكلم في الحته دي، هنروح لاوضه اللبس. اكيد اللي هيساعد كابتن خالد بيبو زي ما كانوا مساعدين كابتن سيد عبد الحفيظ اللعيبه الكبير، برافو عليك، اهمهم الشناوي كان موجود قبل كده، قبل ما يمشي ايمن اشرف، افشه، السوليه، قبلهم سعد سمير، علي معلول، قبلهم سعد سمير، كابتن وليد سليمان. كل اللعيبه دي رحلت، النادي الاهلي خد بطولات، النادي الاهلي حقق انجازات، النادي الاهلي ما بيقفش على حد. لكن اللي بيساعد اي مدير كوره موجود او اي مدير فني حته احتواء، انا بقول احتواء اللعيبه الكبيره. لو نبي بلاش احتواء دي عشان انا بتضايق منها، احتواء دي عشان خاطري، احتواء دي اصلها بتبقى صعب على ناس كتير، صعب على ناس كتير. فكيفيه ان اللعيبه الكبيره تسيطر على صحيح. على اوضه اللبس قبل حتى مدير الكوره، ممكن يكون حاصل مشكله اللعيبه الكبيره تسيطر عليه قبل ما توصل حتى لاوضه الجهاز. لا، والحكمه هنا انت كمدير كوره ممكن تلاقي مشكله حصلت واللعيبه الكبيره سيطرت، فخلاص تخبر دماغك طبعا، كانك ما شفتش طبعا. دي حكمه على فكره، مش حاجه تانية. انا قلت لحضرتك كان من اهم الحاجات الكابتن أيوة. سيد شغال عليها. احكي لي احكي لي، الناس عايز تسمع. يعني هو قال لي مهم جدا وانت بتدير المنظومه بشكل عام يبقى عندك حكمه، امتى شد، امتى ارخي، امتى ادوس مع لعيب كبير، امتى اعمل نفسي مش واخد بالي. هي دي ان انت تعمل نفسك مش واخد بالك، دي طريقه، دي اسلوب طبعا طبعا يا كابتن. اللي انت هتشد طول الوقت في لعيبه مش هتتقبل حقيقة. في لعيب كبير انا ما ينفعش اهينه قدام لعيب صغير. ف لا، هي كده كده ما فيش اهانه، ولكن ما ينفعش ان انا انتقده مثلا أقلل منه شويه. لكن ممكن في بعض الاوقات هيبقى بيني وبينه في الغرف المغلقه صحيح. ممكن هيبقى قدام اللعيبه. لا، الموضوع كبير، هي ممكن الناس مستسهله الموضوع صحيح. شويه
لكن انا بشوف ان الكابتن خالد بيبو اللي هيساعده اللعيبه الكبير ومن اهمهم الشناوي والسوليه اللعيبه اللي احنا اتكلمنا عليها قفشه علي معلول هاني زي ما قلت لك بقوه شخصيته اكيد كل اللعيبه دي هيساعدوا الكابتن خالد بيبو في تكميل المسيره ودايما اي مشاكل بتحصل داخل اوضه اللبس هي داخل اوضه اللبس ما تطلعش بره دي السياسه اللي داخل النادي الاهلي حقيقي بما اننا بنتكلم عن هذا الامر وليد سليمان كابتن وليد سليمان ووجوده في رئاسه قطاع الناشئين بعد ما اشتغل اربع خمس شهور كنائب لكابتن خالد بيبو يمكن اكتر شويه اكيد اضافه كبيره لقطاع الناشئين وخصوصا ده اللي معودنا عليه النادي الاهلي هو تحضير كوادر ان هي تاخد او تكمل مسيره زي مسيره كابتن خالد بيبو في قطاع الناشئين اكيد بلغه الكوره كده اكيد وليد سليمان شرب بشكل كبير جدا من كابتن خالد بيبو وقعد فتره كبيره ان هو يعرف معاه عمالقه برضه خلي بالك يعني كابتن بدر رجب وكابتن احمد ناجي يعني اسماء برضه اسماء كبيره اسماء كبيره بتضيف لقطاع النادي الاهلي صحيح بتضيف لقطاع زائد بجد مع بعض الاسماء اللي حضرتك قلت عليها مع كابتن بدر رجب وكابتن ناجي اكيد هيضيفوا له بشكل كبير جدا في حته احتواء القطاع بشكل عام ان هو يحط على النقط ايده على النقط السلبيه ان هو يحولها لنقط ايجابيه فاتمنى وهتلاقي دايما اداره الكره في ظهره واقفه معاه وعايزه تعمل له علشان تكبره وهذا هو الفارق الحقيقي ان انا دايما لما ببص انا من وجهه مثلا كمسؤول من وجهه نظري ان انا اشوف ان احمد عادل ده كادر كويس فاديله تعالى اشتغل خد فرصتك يعلمه يا كابتن مش مشكله بالظبط ياخد كورسات في الاداره زي ما عمل وليد سليمان خد كورسات في الاداره خد كورسات صحيح. في التدريب حتى ما ممكن الراجل بيدير بس خد كورسات في التدريب حتى بعض الناس كانت مستغربه ازاي وليد سليمان بياخد مثلا الدوره ايه ساعتها هو بيلعب وهو بيلعب لا هو كان واخدها من قبل كده من هو بيلعب لكن مهم جدا ان انت تطور نفسك بشكل كبير صحيح. جدا وده اللي شغال عليه وليد سليمان بيساعده بشكل كبير جدا مجلس الاداره مهم يديله الثقه لكن كامل الدعم لكل الناس طيب انت كنت بتكلمني على اللاعبين الكبار من ضمن هؤلاء اللاعبين وانا تحديدا انا توقفت على محمد هاني او عند محمد هاني ليه لان محمد هاني يعتبر كابتن النادي الاهلي في عدم وجود محمد الشناوي محمد هاني من اللاعبين اللي تعرضوا لظلم كبير جدا جدا في وقت معين هي محمد السنة دي زي ما انت قلت يا احمد رجع لمستواه مرة اخرى لدرجة ان هو اختير من رابطة الاندية المحترفة كافضل ظهير ايمن في هذا الموسم وهو يستحق بالفعل ان يكون الافضل بص كابتن ممكن كان اي لعيب قبل الفترة اللي يتألق فيها هاني كان ممكن ما يستحملش الضغوط ما يستحملش صحيح. النقد لكن ده بيرجع لقوة الشخصية ده اللي مهم ان اي لعيب داخل النادي الاهلي ان هو يتحمل الضغوط ولما بنقول يتحمل الضغوط تحمل الضغوط من انتقادات من جمهور من اعلام كل حاجه فعلا هاني استغل الموضوع ده بشكل جيد ان هو قدر ان هو يتحمل الضغوط صعبه جدا عليك ان انت تفضل ثابت على مستواك كابتن اسلام وانت معكش حد يعني وانت معكش حد ناحيه اليمين كان خالد عبد الفتاح جه في الفتره الاخيره كان ما قبل مع اصابه اكرم توفيق كان هاني بيلعب لوحده لكن فعلا كان ثابت على مستواه بقى عنده دوافع كبيره جدا بقى عنده قوه شخصيه وده فرق معاه بشكل كبير جدا سد ودنه ودي اللي يعني بأصر عليها مع اي لعيب داخل النادي الاهلي انه مهم جدا ان انت تسد ودنك تقفل على نفسك بشكل جيد فده اكيد بيدي انطباع جيد في الملعب ده بيدي مردود كويس في الملعب وانت بتأدي وده اللي اشتغل اعتقد ان هاني اشتغل عليه بشكل كبير جدا مع كل الانتقادات اللي تعرض لها يمكن ما قبل التألق بتاعه يمكن صعب جدا يا كابتن اسلام ان انت تقعد موسم كامل على نفس المستوى ربنا يبعد عنه الاصابات اعتقد ان هو يستحق اللقب دوت على مدار موسم كامل واعتقد زي ما قلت هاني هيتألق يبقى ان شاء الله يبقى يكون اضافه لمنتخب مصر اتمنى له التوفيق الفتره اللي جايه فتره قدر يستغلها بشكل جيد وهو قدها وجدير ان هو حتى يكون كابتن النادي الاهلي ان هو ابن من ابناء النادي الاهلي وعارف السياسه اللي موجوده داخل النادي الاهلي مع قوه شخصيته اكيد اضافه حتى للسكواد للنادي الاهلي واكيد اضافه لمنتخب مصر. طيب الحقيقه محمد هاني يستحق كل التحيه وكل التقدير على موسم رائع. مجموعة من اللاعبين خرجوا من النادي الأهلي أبرزهم الحقيقة أيمن أشرف بقية اللاعبين أيضا علي لطفي بقية اللاعبين اللي موجودين أسماء الحقيقة خرجت من الباب الكبير وخرجت من النادي الأهلي ولكن تظل دائما موجودة في قلوب كل الأهلوية أكيد يا كابتن إسلام أنا بشوف إنهم يعني بتتكلم على علي لطفي دايما الفترات هقول بلغة الكرة راجل
راجل في الاوقات اللي كان بيطالب منه ان هو يبقى موجود، كان بيأدي الدور اللي عليه وازيد، زائد ان كان علي لطفي كانت من ضمن اللعيبه الكبيره، كان لها دور بارز داخل اوضه اللبس، وده انا اعلمه بشكل جيد مع اللعيبه الكبيره. صحيح. مش مهم جدا ان انا اشارك بصفه دايما، لكن مهم جدا يبقى ليا تاثير على كل اللي حوالين مني بشكل ايجابي، وده كان الدور اللي بيقوم بيه علي لطفي مع الدعم الكامل اللي كان بيعمله مع الشناوي. ودايما يا كابتن اسلام هنا الشناوي تالقه هيستمده من اللعيبه اللي بتتمرن معاه، يعني لو اللعيبه مش علي لطفي مش جامد، مصطفى شوبير مش جامد، حمزه علاء مش حارس مرمى، ممكن الشناوي ممكن يريح، لكن تالق الشناوي متالق تالق بسبب تالق المجموعه اللي معاه، المجموعه اللي معاه بشكل كبير، سواء في التمرين او ان الشناوي ممكن يخاف على مركزه شويه، ان علي لطفي شادد او مصطفى شوبير شادد، فده دايما اللي مخلي الشناوي هو رقم واحد وانا دايس وانا فهنا علي لطفي كان عليه دور بشكل كبير جدا ايجابي. اتمنى له التوفيق مع فريق زد، ويكون اضافه قويه، واكيد هيبقى اضافه قويه، خبرات كبيره جدا على مدار السنين الاخيره، اكيد هيضيف لنادي زد. زائد زي ما بنتكلم على علي لطفي بنتكلم على دور ايمن اشرف فيما قبل قله المشاركه، وعلى مدار موسم ما كانش بيشارك، لكن كان ليه دور بارز داخل اوضه لبس النادي الاهلي، لعيب كبير استمد خبرات كبيره جدا، احرز اكبر عدد من البطولات. انا بشوف ان ايمن من اهم كباتن النادي الاهلي على مدار التاريخ، وكان بيأدي الدور ده بشكل كبير جدا، ممكن ما يكونش بيشارك لكن كان عليه دور بشكل كبير جدا داخل اوضه لبس النادي الاهلي. اتمنى له التوفيق، واكيد هيبقى اضافه لفريق البنك الاهلي. ايمن يستحق ان هو يبقى من اللعيبه الكبيره، كابتن من كباتن النادي الاهلي الكبار اللي اضاف للنادي الاهلي الكتير، سواء على المستوى الفني او على المستوى الاحترام والاخلاق. اتمنى له التوفيق، واكيد هيبقى اضافه. مشاهد حسين نفس الكلام مع زد برضو، يعني ما عادش كتير في النادي الاهلي، ولكن زي ما قلت لك انا الحقيقه دايما بيبقى الموضوع ده بالنسبه لي مهم جدا، بنظر لكيفيه خروج اللاعب من النادي الاهلي، لانه الوقت ده بيبقى صعب جدا على اي حد. بص يا كابتن اسلام، مهم جدا ان انت تطلع تلعب، يعني في لعيبه ممكن تريح، يعني ممكن تقعد سنتين ثلاثه، انا خلاص ما بلعبش، انا كده كده قاعد داخل النادي الاهلي، لكن مهم جدا ان انت كلاعب او تحقيق ذاتك. في لعيبه بتشوفوا ان انا لا لازم اطلع واشارك والعب، ده بشوفه في شادي، يعني شادي كان صعب يقعد اكتر من كده، يعني مهم جدا ان انت تطلع تلعب وتتالق، زي ما شفنا حسام حسن لما طلع مع سموحه وتالق، مهم جدا ان انت تطلع تلعب، لان السنه في الكوره كابتن اسلام ما بترجعش تاني، لو هتقعد سنتين ثلاثة ما بتلعبش هتحس بملل، وده يأثر عليك نفسيا، لكن مهم جدا ان انت تطلع تلعب، مهم جدا يبقى عندك دوافع جديدة، ممكن تطلع وترجع النادي الاهلي تاني ما فيش مشكلة. اعتقد ان ده التوقيت المناسب لشادي والبعض اللعيبة اللي خرجت، مهم ان هي تطلع تلعب بعد فترة كبيرة ما بتشاركش لبعض الاسباب، لكن اتمنى التوفيق لشادي، وان هو من في اهم الفراوله قرار مدير فني اكيد بينك، يعني في حد بيبقى مبسوط مثلا لما يلاقي ايمن اشرف خارج الفريق؟ ايمن اشرف قيمه كبيره جدا سواء فنيه وراجل منتخب مصر بتاعه، ولكن هي في النهايه انا ساعات بستغرب جدا من المديرين الفنيين بيبقوا عندهم فكره في حد خلاص هو خلاص مش هيشارك معايا فخلاص، فدي ما تقللش من قيمتك انت كلاعب خالص، يعني خالص. ممكن هنا زي ما اتكلمنا على خلي بالك ما تقللش من قيمتك ومن جمهور الاهلي ومن يعني طبعا. انا في لعيبه كنت بشوفها تمشي من النادي الاهلي يطلع يقول لك اصل ده مش عارف ايه، لا ايمن الحقيقه بيتكلم بمنتهى الاحترام طبعا زعلان ومتضايق وحقه، لكن في النهايه بيتكلم بمنتهى الاحترام على النادي الاهلي، على الكيان، على هذا الامر، ده الموضوع اللي بيخليني الحقيقه ابقى مبسوط. بص يا كابتن اسلام، هنا برضو انا سمعت ايمن وهو بيتكلم، يعني سمعت ايمن وهو بيتكلم على مباراه حرس الحدود، خلاص اللعيب مشي من النادي الاهلي ومش موجود، لكن بيقول لك مكالمه الكابتن الخطيب فرقت معايا، يعني وشوف احتواء الكابتن الخطيب للعيب ماشي من النادي الاهلي، ان هو بيكلمه بيقول له لا لازم تروح مع زمايلك ولازم تروح الاستاد، فهنا كلها اسره واحده، كلها صحيح. منظومه واحده، كلنا صحيح. مجتمع واحد، فهنا مكالمه الكابتن الخطيب تفرق مع ايمن اشرف في لعيب هيرحل عن النادي الاهلي، لكن دي مكان ايمن اشرف نادي الاهلي بيته، موجود في اي وقت زي ما قلنا كابتن من كباتن النادي الاهلي، ومكالمه كابتن خطيب اكيد فرقت معاه بشكل كبير جدا وهو قال كده كويس، فدي منظومه النادي الاهلي وده دي احترافيه النادي الاهلي اكيد. طيب خلينا ناخدك لنقطتين مهمين، اولا ايه رايك في موضوع دوري المحترفين اللي اتحاد كره القدم عايز يطبقه؟ انت كان عندك تجربه مع ناديك الاصلي النادي الاولمبي وناديه الاصلي طبعا وحب عمري يعني النادي الاولمبي ده،
تجربة كمدير للكرة، فأنت تقدر تكلمني أكتر عن هل من الممكن أن يتم تطبيق نظام دوري المحترفين خلال هذه الفترة؟ كان مهم يا كابتن جدا أن أنت تطبق دوري محترفين. يمكن أقول دي حالة مثلا نادي الأولمبي استفاد منها بشكل كبير جدا، وهو نادينا طبعا زي ما حضرتك قلت، لكن مهم جدا، مهم جدا يبقى عندك دوري قوي بيكون داعم بشكل كبير جدا للدوري الممتاز. هيبرز لك بعض اللعيبة، هيبرز لك بعض اللعيبة، وأنا مش يعني مش هشوفه دوري أقل، أو مش هنقول عليه درجة تانية، هو دوري مش أقل من الدوري الممتاز، هيبرز لك بعض اللعيبة. في أسماء كبيرة برضه خلي بالك موجودة. أكيد يا كابتن إسلام، أنا زي ما بقول لحضرتك اللعيبة لو تبص عليها في الدرجة التانية، أو هيبقى في انتظام بشكل كبير جدا، تلعب على استادات، تطبيق دوري محترفين مع حكام دوليين بتحكم المباريات دي، مع انتظام البطولة، أكيد هيبقى يعني هيبقى عندك مواهب أكتر للدوري الممتاز مع بعض اللعيبة. أكيد هيبقى في عملية الانتقال سهل على دلوقتي، بنشوف أي نادي عنده بيواجه صعوبة كبيرة جدا هو يلاقي لعيب مميز أو أنه يشتري لعيب مميز. بنشوف أن أنت بتتحرك مثلا على مستوى مصر في حوالي 100 لعيب ما بتطلعش عنهم مع كل الفرق، صحيح. لكن مهم جدا يبقى عندك 200 لعيب و300 لعيب. اعتقد ان دوري المحترفين هو هيساعد الدوري الممتاز بشكل كبير جدا في تطوره حتى بشكل كامل. استفيد يعني ما اعرفش، هو مجرد اسم، انت بتقول انا دوري محترفين ولكن بدون فار، بدون حكام دوليين، بدون يعني انت تعلم اكتر مني يمكن، بدون ملاعب حتى. يعني معظم الانديه دي باستثناء انديه قليله جدا منها اللي عندها ملاعب. ما هنا كابتن اسلام انت هتحتاج برضه ميزانيات كبيره جدا، يعني تحتاج ميزانيات كبيره جدا ان فرق يبقى عندها استاد، ان فرق يبقى عندها تكلفه المباراه هتبقى عبء على النادي بشكل كبير جدا. دي حاجات الناس برضو ما تعلمهاش، ان انت تكلفه المباراه، حكام دوليين بيتحكم لك، بتروح تلعب على استاد، بتدفع في المباراه مبالغ كبيره جدا، معسكرات، ان انت بتروح قبل المباراه بيوم، يعني لو هتروح تلعب في اسوان مثلا هتروح قبلها مثلا بقدر، محتاج تروح طيران، لو هتروح بري صحيح. الموضوع هيبقى صعب جدا. فاعتقد ان هي ليها ميزانيات كبيره بشكل كبير، هي هيواجه صعوبه للانديه، لكن ممكن نيجي عليهم بعض الشيء في حته تطور الكره المصريه. دي اكيد هتضيف لتطبيق دوري المحترفين طبعا، اكيد هيضيف للكره المصريه بشكل كبير. اتمنى ان كل سبل امكانيات الراحه للانديه او الدعم الكامل للانديه، ده اللي هيفرق معاهم بشكل كبير جدا، وده اللي هتساعدنا عليه وزاره الشباب والرياضه. وهل ممكن نشوف ده في حكام؟ يعني انا ما عنديش فار، حتى الفار يعني انا في مباريات كاس مصر في اللي هي يعني في كاس مصر في معظم ادواره او لغايه دور ال 16 على ما اتذكر او 8 كمان يمكن قبل نهائي ونهائي فقط اللي فيهم الفار. فما بالك بدوري الدرجه الثانيه؟ فانا مش عارف الحقيقه. اوكي اتمنى طبعا ان ده يحصل، انا معاك على فكره في ان تطبيق الدوري المحترفين مهم جدا، ولكن كيفيه تطبيقه؟ كيفيه تطبيقه بتسلم هتحتاج ميزانيه كبيره، هتحتاج ميزانيه بشكل كبير جدا. وخصوصا انا بقول لحضرتك في انديه ما تستحملش. ما انا بقول لك عشان انت كنت يعني تجربه ما تستحملش، انت ميزانيه المباراه بتخش لها في رقم، يعني معسكر وان انت اتوبيس وبتروح الفرقه، او هتروح مثلا بلد بعيده شويه ومحتاج ان انت هتقعد قبلها بيومين معسكر، فعبء الاوتيل اللي بيبقى عليك بشكل كبير جدا. زائد ان تحت يا كابتن اسلام عقود اللعيبه بقت عاليه، يعني عقود اللعيبه وصلت، في لعيبه في انديه بتدي مليون تحت ومليون و200، وبعض الانديه الثانيه تلاقيها بتدي 200 300 الف، فهي برضو هتلاقي لا زي زد صعب بالشكل ده، ان انت عندك عقود كبيره جدا وميزانيات كبيره جدا هتقدر تساعدك. واللي متحكم دلوقتي يا كابتن اسلام الماديات، واللعيب دلوقتي لو في جنيه في اي حته ما اعلى اكيد هيروح النادي الثاني، حته الانتماء خلاص بقت على جنب، ما فيش الكلام ده، لكن اللعيب بيقدر يحسبها كويس. اللعيبه دلوقتي عندها من الذكاء ان يقدر تحسبها كويس، انا هقعد مصمم في النادي دوت، انا اتعرض عليا كام. فحته الانتماء دلوقتي برضو مع اللعيبه ما بقتش موجوده قد مع المقابل المادي هيبقى كام. اخيرا برضو يا احمد، الفارق ما بين بيريرا وما بين كلاتنبرج مثلا في لجنه الحكام شايفه ازاي؟ شايف ان بيريرا اللي موجود حاليا بيقدر يعمل حاجه؟ كان كلاتنبرج الحقيقه على الاقل كان عامل حاله في الماتش، هو كان حاطط استراتيجيه يا كابتن، يعني كان حاطط استراتيجيه مثلا، ده كان مهم جدا على اي حد، ده بشوف كان من نجاح الراجل كلاتنبرج، واعتقد ان الناس ما صبرتش عليه. مهم جدا ان تشوف رؤيه للراجل،
لكن كتر التغيير ده هيسبب لك ازمات. الراجل بيجي يحط سيناريوهات، بيجي يحط، لان الراجل جاي في بعض الحكام مش الناس كلها مش هتتفق عليه. مهم جدا ان مجلس اداره اتحاد الكوره يبقى في ظهره، يبقى داعم ليه بشكل كبير، لكن كتر التغيير هو هيأثر على التحكيم في مصر. لكن انا بشوف ان كلاتنبرج كان حاطط استراتيجيه وشكل وتخطيط لفيما بعد، لكن ما خدش فرصته كامله. اتمنى التوفيق للراجل الموجود حاليا وكل الدعم ليه اكيد يعني. معلش برضو سؤال تاني، اتحاد كره القدم الموسم اللي جاي يعني كنا بنحسبها ما عندوش الا 150 يوم فقط للدوري العام، هل انت مع تغيير شكل ونظام الدوري ان هو يبقى مجموعتين مثلا، ان هو يبقى مجموعه، ان هو يبقى مجموعه واحده ولكن دور واحد؟ لا اعتقد الموضوع هيبقى صعب. صعب ان انت تغير في الفتره، يبقى هتخلص اخر تسعه بقى السنه الجايه. صعب جدا يا كابتن اسلام، ومهم جدا حته الانتظام، انتظام بالمواعيد حتى، انتظام بالمواعيد زي ما اتمنى كنت كل سنه بنتكلم في كده، ان انت مهم جدا تحط ميعاد من اول موسم بينتهي امتى بالمؤجلات بتاعتك، بالاجنده بتاعت منتخب مصر. السنه الجايه انت هتنتهي خلاص كده، لو يعني دوري من دور واحد من اللي هو الدوري العادي اللي احنا بنلعبه ده دورين، انت هتنتهي اخر تسعه، اخر تسعه. ما هنا مش قبل كده. ما هتبقى صعبه جدا، هتبقى صعبه جدا. عندك شهر امم افريقيا في النص، ما هي هتواجه شهر، ما شهر امم افريقيا دي هتبقى برضو واخده من فتره قبلها قد ايه وبعدها قد ايه، وتصفيات كاس عالم ودوري ابطال افريقيا والانديه اللي بتلعب دوري ابطال افريقيا هتوصل الاهلي والبيراميدز، هل هيوصلوا النهائي ولا لا؟ موال. المشكله يا كابتن اسلام هنا برضو ان انت فترات الراحه بتبقى كبيره يعني. صحيح. فترات الراحه في المباريات حتى الرسميه كان دايما بنتكلم كده، حتى لو فرق مريحه بشكل كبير جدا، او سواء اللعيبه الدوليه مع منتخب مصر، الفرق بتريح بشكل كبير جدا فتره كبيره، دي بتسبب مشكله للعيبه، لان انت مهما هتلعب مباريات وديه مش تبقى زي المباريات الرسميه، مع حته ان انت الحمل البدني عند بعض المدربين ممكن اللعيب المصري ما يقدرش يستحملها شويه لو هيقعد شهر، فبتضطر تعمل فتره اعداد ثانيه او مباريات وديه، والمباريات الوديه ما بتبقاش زي الرسميه، مع العوده للمباريات الرسميه مش هتلاقي الليفل اللعيبه او مستوى اللعيبه زي ما بدا اول الموسم، فهنا ده بيأثر على اداء بعض اللعيبه. عموما خلينا نشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه. انا بشكرك جدا يا احمد على وجودك معايا، واتمنى لك يا رب كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه. شكرا جزيلا حبيبي كابتن اسلام، ومن ضمن الوقت اللي بستمتع بيه مع حضرتك. خليك انا اللي بستمتع اكتر حبيبي كابتن. ربنا يخليك. بشكر طبعا زميلي العزيز وصديقي العزيز احمد عادل نجم النادي الاهلي السابق. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل عبد الحكيم ابو علم ومحمود شوقي في ضيافه البتكلم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الاساتذه الاستاذ عبد الحكيم ابو علم. ازيك يا عبد؟ ازيك كابتن؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. قول انت قلت ايه ولا بلاش؟ لا بلاش. قالش حاجه. احنا كنا بنتكلم عن القطر اخر حاجه، بطلنا خلاص. احنا سيبنا القطر. قال لي نقطه القطر. فانا قلت لا خلاص بقى، عشان خلاص الدنيا. ما خلاص. طيب خلينا نرحب ايضا بصديقنا العزيز الاستاذ محمود شاوي. ازيك يا حود؟ اهلا بيك يا كابتن، ربنا يخليك. كله تمام؟ هتقول الي ولا مش هتقول؟ لا لا هقول. انا لو قلت حاجات كتير انا وحكيم هتبقى في خطر كتير. عشرة عمر يعني. طبعا. انت برضو عشرة عمرك. طبعا احنا كلنا عشرة عمر واصدقاء. هبدا مع حضراتكم الاول ان احنا نتكلم عن اهميه الراحه السلبيه، لانه اهميه الراحه السلبيه لعيبه النادي الاهلي، لانه انا بشوف انه اهم حاجه ثلاث اسابيع اللي احنا هناخدهم دلوقتي. طبعا ده شيء مهم جدا. لما تشوف القرار اللي السنه اللي عدت ناس كتير انتقدته وقالت ان ازاي بتتكلم بتدي اللعيبه راحه وتريحهم، ده كان نتاجه ان انت خدت كل البطولات السنه دي، وكمان مش كمان البطولات، انت ظهرت بشكل كويس جدا، كنت اداء يعني رائع جدا، اديت فرصه للمدرب ان يعرف يحرك لعيبته. كمان السنه اللي جايه انت بتتكلم على سنه كنت لعبت فيها اربع او خمس بطولات بس، السنه الجايه عندك سبع بطولات بخلاف ارتباطات المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي في التصفيات القاريه وبطوله امم افريقيا والتصفيات المؤهله لكاس العالم 2026، وان شاء الله نتمنى نكون موجودين فيها باذن الله. فطبيعي اللعيبه لازم تاخد راحه بعد المجهود الكبير. انت يا كابتن اخر ثلاث ماتشات الناس اللي كانت بتنتقد اداء النادي الاهلي ده بسبب ضغط المباريات، بسبب الارهاق الشديد اللي تعرضت له، فكان مهم جدا الراحه السلبيه. وعجبني جدا قرار مارسيل كولر في انه قال لك حتى انا هدي راحه سلبيه حتى لو هيجي على حساب نوعا ما فتره الاعداد، على اساس ان الموعد المقترح اللي احنا لسه مش عارفينه امتى لبدايه الدوري نص سبتمبر، فهتبقى فتره الاعداد اقل، بس هو فضل انه يدي راحه اطول عشان اللعيبه يحصل لها استشفاء وتطلع من المود بتاع الدوري، ومش قصه راحه بدن بس او راحه نفس، قصه ان انت نفسك بتغير الاجواء،
بتغير اجواء المستطيل الاخضر، بتغير اجواء اللعب، بتروح تشوف الدنيا افضل عشان تشوف اسرتك. ده حتى كل ما اتكلم على الجمله دي 3 4 مرات ان اللعبه دي ما كانتش بتقعد مع اسرها فتره طويله جدا، فمهم جدا راحه 3 اسابيع عشان تستعد الموسم. عندك 7 بطولات بخلاف ارتباطات المنتخب الوطني والاولمبي الاول والاولمبي. اسمع منك برضو يا محمود رايك في هذا الامر. شوف يا كابتن اسلام، الاهلي يبدو ان هو متفرد في كل شيء. يعني حتى وهو بياخد اجازه بيفكر في اللي جاي بعد موسم تاريخي عظيم، بيفكر انه يكون الموسم اللي جاي اعظم اللي قبله، ودي دايما الرهان او الاختبار للانديه الكبيره، الانديه العالميه اللي زي ريال مدريد مثلا لما بيفكر ياخد الدوري الاسباني، دوري الابطال، كاس العالم للانديه، و و و و. عندك في افريقيا النادي الاهلي النادي اللي بيطمح دايما انه يحصد كل البطولات المحليه والقاريه، زي ما الاستاذ حكيم بيقول الاهلي عنده اختبار جديد بيضاف للاختبارات السابقه، السوبر الافريقي وما الى ذلك. عنده امل كبير ان هو يتاهل لنهائي كاس العالم للانديه لكسر الانجازات اللي حصلت قبل كده. كل ده طموحات دي بتديك عبء اكبر وضغط اكبر على اللاعب. اللاعب لما حصلش على نفس يفصل ما بين الموسمين هيأثر عليه بالسلب. فاعتقاده قبل ما نتكلم برضو على اللي جاي يا كابتن اسلام لازم نتكلم على اللي فات. الاهلي اللي بيحقق موسم تاريخي عظيم واللي بيتعرض لبعض الانتقادات مننا جميعا لما بيحصل اي عثرات، انا شايف ان الاهلي ما حصلش على الاشاده والدعم والثناء اللي يستحقه. انت قدامك يا كابتن اسلام موسم غريب في كل شيء. اي موسم تاريخي عظيم لازم يسجل باحرف من ذهب في تاريخ الكوره المصريه وتاريخ النادي الاهلي. حصد 5 بطولات في هذه الاجواء الصعبه، في البطولات الساخنه، في بطولات محليه واقليميه، اعتقد ان انت امام نادي مختلف بيطمح في اللي جاي انه بدل 5 يبقوا 6 ويبقوا 7 ويحقق انجازات كبيره. انا اشفق على اي لاعب في الاهلي لان الفانيله تقيله جدا، المسؤوليه عظيمه، وكل ده يخلينا ان احنا لازم نقول ان هم يحصلوا على الراحه الحاليه بشيء من الاستمتاع لان اللي جاي اكيد جدا هيبقى صعب. طيب انا كان عايز اكمل معاكم في الاهلي، ولكن خليني اقول لحضراتكم ان في بيان لاتحاد كره القدم نزل. عقد مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه الاستاذ جمال علام اجتماعا تم خلاله مناقشه العديد من البنود والملفات على راسها شكل مسابقه دوري القسمين الثاني والثالث، واتخذ المجلس عده قرارات جاءت كالتالي. ناقش المجلس المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية للاتحاد بخصوص اجتماع بعض ممثلي أندية القسمين الثاني والثالث، وأفادت مذكرة الشؤون القانونية، وده اللي أنا كنت بسعى له يعني الحقيقة أو نفسي أفهمه بس تمام، وأفادت مذكرة الشؤون القانونية بعدم صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وسوف يتم اختيار الجهة الإدارية بذات التقرير. وافق مجلس المجلس على إسناد تسويق ورعاية وبث مباريات القسم الثاني إلى الشركة المتحدة للتسويق الرياضي، على أن يتم تقسيم العائد مناصفة بين المجموعة الأولى 20 نادي والمجموعات الثلاثة الباقية 56 نادي. اعتماد تصور لجنة المسابقات بخصوص القسم الثاني طبقا لشروط المسابقة الصادرة في بداية الموسم، إضافة شرط رعاية نادي شعبي لمدة 3 سنوات على الأقل لقبول أي نادي جديد تابع لشركة في الاتحاد المصري لكرة القدم، تحصيل 1% من رسوم القيد من أندية الشركات لدعم الأندية الشعبية، تحديد يوم 24 أغسطس الجاري موعدا لعقد اجتماع لاختيار الأجهزة الفنية لمنتخبات مواليد 2005 و2007 و2009. اسمع رايك. البيان خلص؟ خلص. ده بيان كارثي. ده بيان مخجل، يعني يا ريته ما طلعوه. النهارده يا كابتن اسلام مصر كلها صحت على اخبار مسربه من داخل اتحاد الكوره. كلها اخبار بتؤكد ان احنا ماشيين خارج السياق العالم كله. حتى دول العالم الرابع. اتحاد الكوره اولا عندنا يا كابتن اسلام عشان نوضح للناس بيدلع المسابقات، يعني ايه بيدلع المسابقات؟ العالم كله في حاجه اسمها الدوري الممتاز. ودوري القسم الثاني اللي هو الدرجه الثانيه حضرتك عارفه كويس طبعا، والدرجه الثالثه والدرجه الرابعه. احنا عندنا مسميات غريبه جدا اتحاد الكره
ابتدعها في الفترة الأخيرة، إنه الدرجة الثانية خلاها القسم الثاني ألف، والدرجة الثالثة خلاها القسم الثاني ب، متعرفش إزاي يعني، رغم إن في أندية هبطت بالفعل للقسم الثالث، فقال لهم لا يا جماعة أنتوا هبطتوا أه، بس إحنا هندلعكم وهنقول إن الاسم بتاعكم القسم الثاني ب. والنهارده الاتحاد لما بيطلع هذا البيان ما بيردش على اللي حصل النهارده، لأن الغليان اللي في الشارع يا كابتن إسلام حصل على نقطة واحدة ملهاش تاني، اللي هي إيه؟ اتحاد الكورة والأستاذ عامر حسين تحديدا قال إنه 20 نادي في دوري المحترفين اللي هو القسم الثاني ألف، هنقعد نلف حوالين الدائرة دي كتير، المسميات دي، ال 20 نادي دول هيصعد منهم اثنين ناديين للدوري الممتاز. صحيح. المفروض يصعدوا كام؟ ثلاثة. والثالث هيصعد من القسم الثالث اللي هم سموه مجازا القسم الثاني به. فانت امام اختراع جديد لم يحدث. لا يعني هياخد الثالث من القسم الالف يلعبوا مع اوائل القسم ب. لا ده دي البدعه الثانيه. نعم؟ لا لسه في البدعه الاولانيه. لسه البدعه الاولانيه. اه. اوكي. هياخد الثالث للممتاز ده من القسم الثالث مباشرة. مباشرة. فده بيحصل لاول مرة في التاريخ. لاول مرة في التاريخ ان لا ان نادي من القسم الثالث يصعد للدوري الممتاز. بس هم قالوا هنا في البيان خلاص. ما انا اقول لحضرتك. اه انت بتقول لي واحدة حصل بتسرد. لما حصل يعني. غليان في الشارع قال خلاص هنخلي الثالث من القسم الالف يصفي مع التوال الاوائل مع الاوائل بتوع القسم الثالث عشان يصعدوا دور ممتاز. المهم في النهايه ان انت امام تجربه فريده من نوعها، ان في نادي من القسم الثالث ممكن يصعد مباشره الى الدوري الممتاز. لكن انت تتصور انه طالب في الاعداديه هيروح الكليه بدون مرور على الثانويه العامه. هي زي بالظبط، مفيش اختلاف. طب هل ده بيحصل في اي دوله في العالم؟ لا. اتحاد الكوره اللي مش واضح في قراراته، وانا شايف ان اتحاد الكوره كان امام اختبار للتاريخ، والحمد لله ان هو رصب فيه بامتياز النهارده، انه لا عارف يرد على الانديه الغاضبه، ولا عارف يسوق الدوري بالشكل المنتظر، ولا عارف يشرح شكل المسابقه، ولا عارف يقطع الانديه بشكل المسابقه، ولا وفى بوعوده الماليه اللي اطاحها على نفسه كابتن اسلام قبل بدايه الموسم الحالي، لما قال ان هو هيدعم الانديه الشعبيه بالملايين من اجل خوض دوري المحترفين. بس في هنا ثلاث نقاط للانديه الشعبيه. هو السؤال بس هو لما قال احنا هنرجع للائحه اول الموسم ده معناها ايه؟ اللي هي الموضوع الثاني بقى اللي هي هياخد ثالث الالف يلعب مع اوائل ب، الثلاث اوائل بتوع ب، عشان يطلع واحد منهم للدوري. يعني ده النظام اللي كان معتمد من اول. طب تاخد المفاجاه؟ ما كانش في نظام اصل لدوري المحترفين في اول السنه. هم قالوا نظام الصعود لدوري المحترفين، لكن ما قالوش شكل دوري المحترفين. النظام اللي عملوه من فتره من شهرين تقريبا كان النظام اللي بقول لحضرتك عليه ده. النهارده حصل ابتكار جديد من الاتحاد، خلينا ننقل الالفاظ بتاعتنا، ابتكار جديد من الاتحاد، وعمل القرار الغريب ده بتاع الثالث يصفي مع اللي تحت من القسم الثالث. نهايته يا كابتن اسلام عشان الناس تفهم، الناس تاهت مننا النهارده. كلنا تاهين. القسم الثالث يا كابتن. احد انديه القسم الثالث ربما يصعد للدوري الممتاز. صحيح. طب هل ده بيحصل؟ ما بيحصلش. لا غير كده، انا نادي اكس من الانديه الدرجه الثالثه وكلهم اخواتنا واصدقائنا طبعا كلنا من الانديه ولكن بالظبط. لكن انا اقصد اعلى ميزانيه في القسم الثالث ده هيبقى كام؟ قول لي. لا ده في عود لعيبه ب 2000 جنيه. قول لي اعلى. لا انا ما بقولش اقل. اعلى ميزانيه 10 مليون مثلا. زي ما انا قلت كده تقريبا. مفيش 10 اعلى يا عم. هو بيقول خلينا نوصل ل 10 مليون اعلى. الاولمبي يصرف 10 مليون. الاولمبي هبط في الدرجه الثالثه بيصرف 10 مليون جنيه اذا صعد الى الدوري الممتاز. ما هو خلاص انت دلوقتي بتلعب ماتش هيواجه نادي عنده ميزانيته مليار جنيه زي لا غير كده. هو هل هيملك الميزانيه اللي تخليه يلعب في الدوري الممتاز اساسا ولا هو هبط من بعدها؟ بالظبط. مجرد الصعود وهبوط. بالظبط. واحنا بنرفع من مستوى المسابقه لانه ولا؟ انت مبدئيا لو انت محتاج 20 لعيب جديد، كل لعيب ميزانيه يعني عقده مليون جنيه مش هقول اكتر. فانت ادي 20 مليون بالظبط. ده بخلاف التنقلات والمهارات. برافو عليك بقى. والبدلات والحكام والمطروح والعكس والمعسكرات اللي ما قبل المباراه ومعسكرات الاعداد ومعسكرات ما بعد المباريات وهكذا. النهارده كام يا كابتن؟ النهارده 7 اغسطس. بعد يومين او ثلاث ايام كل اغلب دورات العالم هتبدا. مظبوط. صحيح. احنا بدل ما دلوقتي كنا احنا المفروض نجرب جزئيه نتكلم عن شكل مسابقه الدوره هتكون ازاي. بدل ما كنا نتكلم ملعبها. على تطويرها بدل ما كنا نتكلم عن كاس مصر القديم هيخلص امتى.
كاس مصر الجديد هيتعمل امتى، دوري او بطوله السوبر المستحدثه هتحصل امتى، او السوبر القديم هيتعمل فيه ايه، او هنواجه مشكله كم البطولات وكم المباريات اللي هتعمل السنه الجايه ايه، او هنتكلم عن نشوف سكه الاعداد المنتخب الاولمبي اللي رايح اولمبياد باريس، او كنا نتكلم في اي حاجه زي كده. احنا بقينا بنتكلم هم مش يعني اللي بيعمل كده مش فاضي. يعني ايه هو فاضي؟ ان هو يراضي الانديه اللي هتنتخب. بدل ما كنت هكمل اللي هتنتخبه، بدل ما كنا هكمل انا كنت هكمل. احنا بدل ما كنا دلوقتي تعرف انا افهم من كده ايه؟ ان معظم اعضاء الاتحاد كره القدم هينزلوا الانتخابات السنه الجايه، ده اللي انا فاهمه. والا ترديد ليه؟ انت بتعمل كده ليه؟ يعني مثلا من ومش يعني احد اهم الاعضاء اللي موجودين في اتحاد كره القدم قال لهم يا جماعه طب ما تخلينا السنه دي نعديها ونقول ان احنا هنبدا نعملها السنه الجايه واللي بعدنا يجي يطبقها. مش هقول اسمه، انا من انصار بدون ذكر اسماء كابتن بره. انا من انصار دلوقتي انا من انصار دلوقتي ان انت ترجع للشكل القديم وخلاص عشان تريح دماغك. عشان اصلا انت ما فيش ولكن ده انا بقى بشوف ان ده مش هيستفيد منه كره القدم المصريه. انت تستفيد منه ولكن انا بتكلم في ايه؟ ان انا اقول لهم كده ان السنه الجايه، بس السنه الجايه اتحاد كره جديد، الله اعلم مين اللي هيكون موجود فيه. اتحاد كره جديد، اتحاد كره قديم. احنا بنسجل دلوقتي اللقطه التاريخيه ان احنا امام واحد من اسوأ مجالس الادارات في تاريخ اتحاد الكوره اللي موجودين. طبعا طبعا ببساطه شديده. وعلى فكره ده مش تجريح فيه، انت بتنتقد اداء. لا انتقد اداء، انتقد اداء مش اشخاص. على فكره كلهم اصدقاء، واصدقائك واصدقاء ابو حكيم. احنا بنتكلم على اداء، ده واحد من اسوأ مستوى اداء في تاريخ الجبلية. مفيش مستوى اسوأ من احمد مجاهد. لا لا لا، هذا الاتحاد هو الاسوأ على الاطلاق، لانه لا يمتلك ادواته في المقام الاول يا كابتن اسلام، لا يمتلك ادواته. صحيح. ولا يمتلك قدره على المصارحه ولا المواجهه. في ايه يا كابتن اسلام لما تواجه الانديه؟ يا جماعه المسابقه كذا هيتعمل كذا، الثلاثه الاوائل هيصعدوا دور ممتاز، الثلاثه الاخرانيين هيهبطوا للقسم الثالث. في وضوح اكتر من كده؟ لا. لكن اما وانك دايما فكره الالتفاف حول القرارات، التلاعب بالانديه، اسكات الانديه، هو مين اللي كان يا كابتن اسلام متصدر المشهد وغاضب على اتحاد الكوره؟ نادي الترسانه. تم اسكات نادي الترسانه عن طريق الترضيه بهذه القرارات، خليك في القسم الثالث وهنصعدك دوري ممتاز. ازاي؟ تبقى انت من الاوائل للقسم الثالث وتصفي مع حد من فوق القسم الثاني وتطلع دوري ممتاز. احنا من هنا بنطالب اولا لازم نعيد يا كابتن اسلام المسميات لطبيعتها. لازم مصر يبقى فيها دوري ممتاز ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه ودرجه رابعه. صحيح. فكرة التدليع والدلع بتاع المسميات دي أمر مرفوض، ده رقم واحد. رقم اتنين، لن نخترع العجلة. زي ما كل دول العالم الكبيرة والصغيرة المتطورة والفقيرة بتشتغل، هنشتغل زيهم. مفيش دولة في العالم بتعمل اللي احنا بنعمله. تالت حاجة وده الأهم، تكوين رابطة لدوري القسم الثاني أشبه برابطة دوري المحترفين القسم الأول. صحيح. الرابطة دي هي اللي هتدير المسابقة بعيدا عن اتحاد الكورة، ويتفرغ اتحاد الكورة إلى رعاية المنتخبات والاهتمام بيها، إلى جانب إنه يتكفل بحكامه اللي لسه ما دفع لهمش مستحقات وصلت ل 27 مليون جنيه يا كابتن إسلام. 27 مليون جنيه. أنا أعرف حكم يا كابتن إسلام كلمني الأسبوع اللي فات وقوت يومه من التحكيم. كان بيستلف عشان يروح الماتشات. ما حصلش على فلوس بقاله سنة من اتحاد الكورة. 10 شهور تحديدا 10 شهور. فانت اتحاد الكوره عليه مسؤوليات اكبر من كده بكتير، مش جاي تكلمني في مسابقه انت مش عارف تنظمها ومش عارف تواجه الانديه. انا حتى مش عارف يراضي الانديه اللي المفروض يراضيهم، يعني مش عارف يعملها صح. ايوه، لان اكثر الطرق للحقيقه يا كابتن، اكثر الطرق للحق هو الحقيقه والوضوح. صحيح. انت مش واضح، عشان كده الحق مش هينحاز ليك. فكره الترضيه والمصالحات والتسكيت والمجادله. طب فكرك ايه اللي هيحصل يا محمود؟ يعني ايه اللي هيحصل الايام القادمه؟ ما هو انا هل بهذا البيان سيتم تطبيق اصل خلاص الشركه المتحده هتخش ترعى، ده كلام خلاص البيان. خلاص ماشي، احنا مع دوري المحترفين يا كابتن نطبق خلاص. بالظبط. احنا بنتكلم في فكره ازاي تطبقه؟ ازاي؟ مين اللي يصعد؟ انا مش فاهم البيان بصراحه. مين اللي هيصعد؟ ثلاثه مباشره ولا هيصفي مع اللي تحت تاني؟ هي دي الفكره. بس عايز اتكلم في نقطه موضوع الفلوس. انا ارجو بس يا حكيم، انا اسف جدا جدا، ارجو بس من الزملاء في الكنترول الاعداد التواصل حالا مع احد مسؤولي اتحاد الكوره عشان يفصل في المنطقه دي. ما حدش هيقول لك دوري المحترفين دلوقتي هيصعد الثلاثه الممتاز مباشره ولا هيصفوا مع القسم الثالث. لو
لو طب يا شباب لو احنا سامعين محمود برضو يقول لنا لو تقدروا تكلموا حد وتسالوا لنا لو في قرار ان القسم الثالث يصعد مباشره للدوري الممتاز احنا امام فضيحه كرويه. انا عايز اتكلم بس عن نقطه موضوع فيما يخص موضوع الفلوس، لان انا بس في نقط عايزين نتكلم عنها. تمام، فيما يخص موضوع الفلوس، موضوع الفلوس انت عندك مشكله كبيره جدا في انديه، في انديه يا كابتن، وانا الكلام ده يعني بمنتهى الوضوح انا هنا بتكلم على مستحقات حكام والناس دي حقها تاخد فلوسها. طب على الناحيه الثانيه في مثلا انديه معينه بتيجي تحطك في خانه اليك تخليك لاخر يوم، لاخر يوم ما تايدش القايمه الاولى، وتجيلك اخر يوم ما هو مش هينفع ما يايدلكش القايمه الاولى. ليه؟ ما انت ما ينفعش الفيفا يقول لك انت ما ايدتوش ليه، حتى هو موقف على القيد، موقف على قيد الصفقات، فيجيلك على اخر يوم اللي هو بكره ويقول لك لازم، ما انت هو لو انت ما ايدتوش هيروح للفيفا. طب ما هو مش عارف يجيب الفلوس، هيجيبها منين؟ ما هو برضه انت عندك انديه هنا بتمارس ضغوط، ضغوط. انا بتكلم في حته الفلوس بس، ماليش دعوه بالحاجات الثانيه. موضوع الفلوس في انديه ما تدفعش الفلوس يبقى عليك 30 مليون يروح يسيبك لاخر ساعه عشان انت لازم مجبر تايد له، لان هو ما عليهوش ايقاف قيد في القديم. ما هو كده بين خانه يك، لو ما ايدتلوش هيروح يشتكيني للفيفا، والفيفا يقول له لا انت ما ايدتلوش ليه، انت ليك فلوس عنده حاسبه بشكل غير، انا حاسبه ازاي؟ طب اجيب فلوس ازاي؟ طب ما انا عايز اجيب فلوسي. وفي نفس الوقت الانديه دي يا كابتن تطلع تقول لك ايه الحكام وعايزين نطور التحكيم. طب تطور التحكيم ازاي وانت ما بتديش الفلوس اللي هو يروح يودي منها الفلوس؟ انا بتكلم في جزء الفلوس بس، مش في جزء اي حاجه ثانيه. تلاقي نادي يقول لك عليه 63 64 مليون وفي نفس الوقت مش عايز يدي الفلوس وعايز تطوير تحكيم. طب بالمنطق والعقل الاثنين يجتمعوا ازاي؟ طب ما تدفع الفلوس اللي عليك. كابتن في نادي قعد لحد قبل ماتش في كاس مصر بساعتين عشان يضغط على اتحاد الكوره ما يدفعش الفلوس اللي عليه عشان اتحاد الكوره يكبر. ما هو انا ما يتروش مش هيلعب ماتش الكاس، فبيضغط عليه بدي، بيضغط عليه بدي. بص المرحله لحد في نفس الوقت يروح يطلع لك بيان ثاني يوم او ثالث يوم التحكيم، واحنا احتجينا على التحكيم. طب ما انت احتجت على التحكيم، انت مش عايز تدفع فلوس عشان تدفع فلوس التحكيم. انا بقول لك واقع على فكره، نادي ما رضيش. التناقض يعني. التناقض، ما انا بكلمك في جزء انت بتتكلم على تطوير التحكيم والفلوس. طب وانا هجيب فلوس ازاي وانت انت كنادي نفسك انت ممتنع عن على فكره يا كابتن؟ انا بكلمك بجد، واقع حصلت. في نادي ما كانش عايز يدفع فلوسه لحد قبل الماتش عشان يجبرك ان انت تايد له وما دفعهاش. لا، ما قالوا له ما تلعبش. دفعها، دفع قبل الماتش بساعتين، ولو ما دفعش قبل الماتش ما كانش هيلعب. انا بكلمك على التناقض في الخص، انا مش بتكلم على الاخطاء الثانيه. ما انت انا بديك مثلا موضوع الفلوس، موضوع الفلوس ده بالذات في انديه بتتعمد انك تحط خانتك. وعلى فكره الواقعه دي لسه بكره هتحصل، في ناديين واصلين للمرحله الاخر يوم بكره، بكره ما دفعوش، ما دفعوش وحط عايزين نحط لك اخر تراك. انت ما هو بكره قدامك حل، بكره اخر يوم في القائمه الاولى يا تايد له يا لما هو ما قايدتوش اشتكي للفيفا، وانت واقف له لحد دلوقتي 30 مليون يا باشا من الجدوله. مش همشي لما ادفع لي 30 مليون، مش هعملك. طب لو راح للفيفا وقلت له ان انا ما دفعليش الفلوس بالزبط. هيقول لك الفيفا بيقول لك ما زي الواقعه اللي حصلت في يناير. قال لك لا يا باشا دي مشكله داخليه تحل، تدي له تايد له وتشوف الفلوس مشكلته مع. طب اجيب فلوس ازاي؟ انا ما بتكلمش على باقي الاخطاء الثانيه في دوري المحترفين، بكلمك عن واقع التناقض. بعض الناس اللي بتطلع تتكلم، وحكيت لك واقع حصلت يوم الخميس بالاسم. ما هو الخميس خلاص عرفنا ماتش ايه. انا بقول لك، ما انا بقول لك، ما هو انت عايز تطور تحكيم على فكره، وثاني يوم، ثاني يوم بيان ضد التحكيم. طب يعني فهمنا عقلك فين ده وفين ده؟ طب انت بتعمل دي وبتعمل دي ازاي؟ بعيد عن الاخطاء اللي بتكلم، مالناش دعوه باخطاء المحترفين، بتكلم في واقعه ثانيه هنا موضوع التحكيم. وافق المجلس على اسناد تسويق ورعايه وبث مباريات القسم الثاني الى الشركه المتحده للتسويق الرياضي. اذا هنا هنجد ان هناك الشركه المتحده الحقيقه يعني هي اللي ده امر طيب جدا. ده شيء جيد. بنتكلم عن نظام المسابقه، مالناش دعوه بالتسويق. طيب وفي راعي برضو، بخلاف التسويق في راعي للتيشيرتات. طب حلو، يعني الدنيا كويسه اهو. طب يعني الدنيا لطيفه. طب ما تمشي صح اللي قبل اللي عدى يا كابتن. انت قلت لي مش قلت لك لا في بس مباريات؟ انا حسبتها معاك، بس انت قلت 4 مليون جنيه، في 4 في 2 ادي 80 مليون. في حد هيدفع 80 مليون؟ التسويق والرعايه هيجيبوا الرقم ده فعلا. ماشي. انا شفت موقف الرعايه. اتمنى انا شفت ما علمته النهارده ان هم 30 مليون. لا 30 دي بس، 40 او 30 بس، وفي رعايه الماتشات الملاعب والتيشيرتات هتوصل تقريبا ما يقارب الرقم ده. طب ما هو برضه ما وصلناش لل 80، يعني مش كل واحد هياخد 4. طيب طالما في تسويق بقى والخطوه او العجله هتمشي، اعمل مسابقه صح بقى. بالظبط. عشان تساعد حتى المسوق والراعي ان هو يعمل شغل، انه يكسب كمان. صحيح. لكن بالمنظر عشان تقدر السنه الجايه تقول له بدل تديني 30 اديني 60. بالظبط بالظبط. والا انت دلوقتي بتهدم له المسابقه قبل ما تبدا. كابتن اسلام، القوه الناعمه في اي دوله في العالم هي الفن والرياضه. صحيح. وفي الرياضه اهم ادوات القوى الناعمه هي الانديه الشعبيه. حلو جدا. بما انك بتتكلم احنا بنفقد الشعبية. احنا بنفقد. لا ما هو دلوقتي اهو قال حاجه، ما هو خلي بالك، ما هو برضو الناس لازم تفهم ان احنا مش ضد اتحاد كره القدم، لانه قايل حاجات كويسه في هذا البيان. طبعا احنا اشدنا من التسويق،
إضافة شرط رعاية نادي شعبي لمدة 3 سنوات على الأقل لقبول أي نادي جديد تابع لشركة. يعني أنت شركة محمود شوقي، شركة أبو حكاية أبو عالم، حضرتك أي هتعمل شركة أي شركة حاجة عايزة تعمل نادي كرة ترعى نادي شعبي لمدة 3 سنوات. دي فكرة ممتازة، فدي فكرة رائعة ممتازة، وبنحيي اتحاد كرة القدم طبعًا عليها. ولو غير كده بنناقض نفسه. نعم، اللي بيقول غير كده يبقى بيناقض نفسه. احنا ما بنناقضش نفسنا، ده قرار ممتاز. وفي 1% تقريبا اللي بعدها 1% من رسوم القيد من الأندية الشركات لدعم الأندية الشعبية. ممتاز، برافو، كده نقدر نسقف لهم ونقول لهم هايلين. طب انا عايز اعمل مسابقة صح بقى، اعمل مسابقة صح بقى. عايز اسألك سؤال كده، في 4 أندية شعبية موقفة، مين الأندية الموقفة عن القيد؟ ده كان في الدور الممتاز كده. لا، ما انا بقول لك احنا بندعم هنا الأندية الشعبية. ما انت زي ما بتديهم فلوس تعالين على الناحية الأندية الشعبية اللي باقية في الدوري الممتاز 5، منهم النادي الاهلي اللي بيدفع بقى 4. النادي الاهلي هو المنظومه الصحيحه. طلع النادي الاهلي بره القصه بقى 4. انت بتقول 4 أندية شعبيه، الاربع انديه شعبيه على فكره انا مش بقول الاتحاد، على فكره كابتن المصري الزمالك اسماعيلي. على فكره كابتن انا مش بقول البلدية، على فكره كابتن يعني. كابتن بلدية. انا مش على فكره مش بقول سر، الكلام معلن ومعروف. انا ما انا عارف اصلا يعني زي ما انت عايز تدي الانديه الشعبيه الاربع انديه. لا، فهم هو اذا كانت الانديه كلها 5 القرارات اللي طالعه دعم الانديه الشعبيه. طب الانديه الشعبيه نفسها بتعمل ايه؟ انت بتطالب انك تدعمني، طب انت نفسك بتعمل ايه؟ انت نفس النهارده على فكره الكلام اللي اسماعيل نفسه النهارده اللي قال لك انا بعت باهر المحمدي وبعت بهاء مجدي عشان احل مشكله القيد. طب المنطق ازاي انت نفسك طالب فلوس دعم في نفس الوقت انت الناحيه ما بتشتغلش؟ وعلى فكره اللي ينطبق على في الدوري الممتاز ينطبق على اللي تحت، الانديه الشباب اللي تحت يعني اصعب. ما زي ما انت بتدور على انت عايز تدعم حلو، طب انت دورك فين؟ انت دورك كانديه شعبيه فين؟ صحيح، ماشي ماشي ماشي. لا بس هنا في نقطه مهمه جدا، لو انت تحاسبني كنادي انديه شعبيه بقى هو برضو بيني وبينك الأندية الشعبية عليها دور. أنا كاتحاد كرة أنا بصراحة شابوه لاتحاد كرة القدم على هذه القرارات، قرارين مهمين جدا جدا فيما يخص الأندية الشعبية، يخص الأندية الشعبية قرارات يعني. المسابقة لا، والمسابقة قراراتها جيدة، ولكن أنا زي ما بقولك هي المشكلة الوحيدة أن أنت تعمل الموضوع صح. ما ينفعش عشان أراضي 56 نادي برضو ضد الطردية دي مش حاجة قليلة. بص يا كابتن، لو أنت هتحاسب الأندية الشعبية بقى على تقصيرها وعدم وجودها وعدم نجاحها وعدم وعدم وعدم، ها طبق لي بقى السطر اللي الناس تجاهلته يا كابتن الاسبوع اللي فات فيما يخص شروط المسابقه اللي اتحاد الكره طلعها، شروط المسابقه اللي جايه اللي هو اللعب المالي النظيف. اما لما اتكلمت في الموضوع ده السنه اللي فاتت الدنيا قامت ما قعدتش. طب هو اللعب المالي النظيف السنه دي نفسه لو طبقته واحد هيطلع يقول لك انتوا بتحاربوا الانديه الاستثماريه. ماشي يا حبيبي، لازم اطبق اللعب المالي. قال لك انا هسحب استثماراتي من مصر، ما هو انت هتدخل في دوامه بعيده لا جدا. لا مش حاجه اسمها كده، ما هو واحد بيصرف مليار جنيه عم محمود هتيجي تقول له اطبق عليك اللعب المالي النظيف هيقول لك انا هسحب استثماراتي من مصر. لا انا هعمل زي كل الدول ما بتعمل. طيب زميلنا عمر البنوبي تواصل مع احد المسؤولين في اتحاد كره القدم او احد اعضاء مجلس الاداره في اتحاد كره القدم وقال له ان نظام المسابقه سيكون 20 نادي، نظام الصعود هيبقى النادي الاول والثاني الى الممتاز مباشره، ثم النادي الثالث هيلعب مع الثلاث انديه في القسم ب زي ما الاستاذ محمود بيقول يعني. اللي هو الثالث اوائل الثلاث مجموعات هيلعبوا هينضم ليهم ثالث الدوري الف ويلعبوا دوره يخرج منها فرقه تصعد الى الدوري الممتاز. والله عيب، والله انا تهت، والله والله عيب. والله احنا مش اتفقنا؟ اتفقنا. والله عيب، والله عيب. طلع قرارات محترمه في الاخر اللي بتاعت التسويق والرعايه الانديه الشعبيه، قرارات محترمه جدا نشيد بيها نرفع لها القبعه، لكن انت بتعمل جريمه في حق المسابقات وشكلك قدام العالم لما الناس تقول ان في نادي القسم الثالث صعد مباشره للدوري الممتاز. دي جريمه كرويه. اتمنى اتحاد الكره يراجع نفسه. كابتن اسلام قبل فوات الاوان قدامك فرصه على فكره تراجع نفسك. مفيش مشكله، المراجعه بسيطه، الثلاثه الاولانيين والسنه اللي بعدها الثلاثه برضه دول يطلعوا خلاص. الموضوع بسيط جدا جدا جدا. وعلى فكره البند الاخير اللي هو بيتكلموا فيه فكره نادي شركه يرعى احد الانديه الشعبيه 3 سنين، دي فكره ممتازه. ليه بقى؟ فكره رائعه. ليه يا كابتن؟ هايله. احنا دايما كنا بنطالب بايه؟ الابقاء على الانديه الشعبيه وتجيب شركه تحط اسمها مع النادي. صح. اي نادي بقى؟ صح. النادي الشرقيه مثلا ومع نادي ومع شركه. هي الماده 18 مش بتمنع ان كده في تضارب مصالح؟ تمنع طبعا. طيب ما هو ده انت نادي شركه لما يرعى نادي شعب والاثنين بينافسوا مسابقه واحده. لا ما مش هيخش. لا لا هيبقى هيندمج. هيبقى فريق عبد الحكيم شوقي. عبد الحكيم شوقي مثلا. الشرقيه مثلا ومعاه شركه ملابس مثلا. فاهم ازاي؟ فهم. وهكذا يعني. يعني مثلا الاهلي وشركه الاهلي للانتاج الاعلامي مثلا، هتلاقي مثلا ايه شركه الاهلي للانتاج مثلا يعني حاجه لو كده. لو اتكلمت بس على انديه المظالم، دمنهور مثلا نادي دمنهور ومعاه شركه، يبقى دمنهور كذا، مش عايزين اسم شركات يعني. صحيح. هو ده الفكره. وعلى فكره دي بص يا عبد الحكيم،
كل دول العالم نفسها يبقى عندها اداء شعبيه. السعوديه في الفتره الاخيره سر نجاحها يا كابتن الى جانب استقدام عدد كبير جدا من نجوم العالم ايه يا كابتن اسلام؟ اللي كل انديه الدوري السعودي تقريبا بتمثل مقاطعات ومدن داخل السعوديه. محافظات صحيح. ما ينفعش تقارن بين هنا والسعوديه. لا اقارن طبعا ما اقارنش ليه؟ انا اقارن من ناحيه ايه؟ انا اقدم انا بتكلم على الجمهور. جماهيريا يقدر نقارن. لا الاربع انديه يا كابتن لحد امبارح مطلعين تقرير على صحيفه الرياضيه السعوديه، الاربع انديه اللي ضمن الصندوق السيادي صارفين صفقات ب 455 مليون دولار. لا لا هو بيتكلمش على الجمهور. لا بيتكلم على الجماهير. ما هو الجماهير هتزداد ليه؟ ما هي الانديه دي الانديه الشعبيه مشكلتها في مصر ايه؟ الفلوس. الفلوس طب ما هو ادالك الفلوس هو ما ده اللي انا بقصده. ما انت المقارنه انت النادي الشعبي بيقوم بايه؟ طب انت وفرنا. لا لا بس ده خلي بالك صندوق اربعه بس اللي جاي هو بيتكلم هنا على الجديد. ايه انت بتتكلم هو هنا اتحاد كره القدم برضو يعني ايه بيجبر الانديه الجديده انديه الشركات الجديده ايوه ان هي ترعى الانديه الشعبيه الجديد الجديد اللي عايز يخش شركه اي شركه محمود شوقي داخله يعني داخله الدوري السنه الجايه يجبره ان هو يدخل معاه عبد الحكيم ابو علي. انت فتحت الاستثمار ما ينفعش تيجي تقول لا انا حافظ على الانديه الشعبيه وحافظ على لا ينفع يا عبد الحكيم. لا لا معلش لا ينفع ما تعملش استثمار يا كابتن ما تعملش استثمار رياضي. لا لا هرد عليك لا اعمل استثمار لا هرد عليك هو الاستثمار الرياضي تسيب السوق مفتوح استثمار رياضي السوق مفتوح السوق مفتوح ما انت بتقول لا لازم احافظ على الانديه الشعبيه. طب ما هي تساعد نفسها. طب ما هو بتساعد نفسها لازم تساعد زي هم اربعه لهم ايقاف قيد ازاي تساعد نفسها. انا ببيع لعيبه عشان هيعمل ايه؟ طب ما هيعمل ايه؟ لا يا كابتن هو ردها رد تاني خالص. اتفضل. هو السعوديه لما قررت الاستثمار في ما فيش مجال مقارنه عم محمود بين السعوديه بين مصر. مجال المقارنه مستحيل هنا. هيتكلم على حاجه تانية. هيتكلم على حاجه تانية. السعوديه لما قررت تستثمر في الكوره في انجلترا وراحت اشتريت نادي نيوكاسل. نيوكاسل. غيرت اسمه؟ لا. طب ليه ما عملتش نادي جديد؟ ما ينفعش تقال. برافو عليك. خد ورعه. خد ورعه. تغيير الاسم حتى ممنوع. السعوديه استفادت من جماهيريه نيوكاسل وعملت استثمارات وبتكسب منها يا استاذ محمود. ده الدوري الاساسي ده الدوري الانجليزي هيبدا بعد بكره بعد اربع ايام الناس كلها عارفه من سنه. انت بتقارن بتحط نماذج احنا عندنا أمال احنا أقارن عندنا لحد دلوقتي ما اعرفش انا هشتغل ازاي يعني السنه انت اللي يعني انت عاوزنا نقارن بالفشل. لما تيجي تقول واحد يستثمر وهو مش عارف انا دلوقتي خلاص بعد 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 شهر المفروض الدوري يبدا والمسابقات انا مش عارف الدوري هتحط لي موضوع مقارنه ازاي؟ ايوه حلو هتحط لي موضوع مقارنه. طب يا كابتن اسلام لا هات لي نموذج دلوقتي عايزني اقارن بالفاشل. لا طب انا لازم اضرب مثل نموذج بتقول اللي بيستثمر في الدوري الانجليزي. لا ما هات لي المقارنه هنا. انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ لا خلي المقارنه. طب تيجي تقول لي استثمار ونحافظ على الانديه الشعبيه ما يمشوش الاثنين مع بعض. ما يمشوش. ليه ما يمشوش يا استاذ عبد الحكيم؟ يا كابتن هو معلش هو انا دلوقتي بدفع حاجه زياده للانديه الشعبيه يا كابتن. النادي الشعبي اللي ما عندوش فلوس راح يجيب 14 لاعب اجنبي ويمشيهم بشكل غلط بدون اختيار غلط وجاي تقول لي لا لازم احافظ عليه. طب ما هو ادارته غلط. لا طبعا ما هو ترجع بقى للجمعيه العموميه. هنرجع تاني للجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه يا كابتن اعمل 40,000 عضويه فئات مستثمره. لا حبيبي انا لا استطيع اضمن ان انا انجح. انا لا استطيع كوزاره. خليني اكمل لك. انا لا استطيع كوزاره لا استطيع كاي جهه رقابيه ان انا اتدخل في اختيارات اي جمعيه عموميه الا في حاجه واحده فقط. المخالفات الماليه. المخالفات الماليه. مظبوط. طب ده قانون يا حبيبي ده قانون يا استاذ عبد الحكيم. يا كابتن انا على فكره ما عنديش مشكله انا بتكلم في جزئيتي. فما ينفعش نتكلم فيها. لا انا مش مختلف معاه على فكره. لكن هو دلوقتي بيقول ايه؟ الواحد في المية من قيد هو على فكره اتحاد الكوره خد من دواخله من داخل اتحاد كره او من داخل اتحاد كره القدم ودى للانديه الشعبيه. انا ضده. لا انا مش ضده انا معاه. ليه؟ لانه هو اتحاد كره القدم هو انا بساعد القدم. انا بساعد الفشل على الفشل. لا هو اتحاد كره القدم فشل الانديه الشعبيه. اكمل بس ما فشلتش. لا الانديه الشعبيه فاشله. مجالس ادارات فاشله. لا الانديه والله اغلبها مجالس ادارات فاشله. لما يبقى عم اوقف عن القيد. لا مش فاشله برضه. لا انت واقف عن نموذج واحد. لا نماذج كل نماذج يا استاذ محمود كل انديه الاستثمار. لا ما تخش على نموذج الاهلي ما تتكلم على نموذج النادي. انا قلت لك يا كابتن قبل ما اتكلم قلت لك الاهلي. طب خلاص قارن بقى اكمل لك بس عشان اقول لك الجمله دي. النادي الاهلي نموذج حتى في الاتحادات والهيئات والوزارات هو النموذج الصحيح في الكره المصريه في الرياضه المصريه مش في الكره المصريه. يعني لعبه الاسكواش ودلوقتي بتتدمر. كانت الاسكواش والنادي الاهلي واليد. الاسكواش ربنا يكرمه دلوقتي خلاص بيروح على بره. فاضل الاهلي واليد فقط لا غير في الكره المصريه. على فكره بمناسبه اليد بص امبارح الاتحاد اليد طالع يقول لك ايه. انا مش هايد. بص بقى اللي هو الكلام مش هايد لان انت لعبتك مشتكياك ما خدتش فلوسها. مفيش بقى عنده ابيض واسود هي واحده بس مش هايد. ده لو انت بتطبق لوائح بجد. لكن انت جاي تقول لي النادي مش جاي يدفع ومش عايز يدفع وعليه مستحقات لعيبه اجانب وفي نفس الوقت انا عايز حد يجي يرعاه. طب ازاي؟ طب مين اللي جاب ال 14 13 لاعب الاجانب دول
رحله جماعيه عموميه احنا هنا معلش لا لا ما تخليني عارفين بقى هنخش نفتح من موضوع لموضوع جمعيه عموميه هو انا دلوقتي لما باجي احيي مثلا بقول ايه انا بحيي الجمعيه العموميه للنادي الاهلي ليه؟ ليه بنحيي الجمعيه العموميه للنادي الاهلي؟ عشان اختارت صح وبتراقب صح صح وبتراقب صح خلي بالك برافو عليك وبتراقب صح فانا اقول لك ان اختيارات الجمعيه العموميه في النادي الاهلي اختيارات رائعه سليم. ولكن ما هو مش ذنبي بقى ان انت تيجي تقول لي دلوقتي ولكن انا بتكلم عليا كدوله الدوله كيف تستطيع ان تعمل كده عملت كده ازاي لا تستطيع لا يستطيع ولا وزير رياضه ولا اي حد او اي حد مسؤول اخر في الرياضه ان يتدخل في اختيارات جمعيه عموميه مثلا تديني دقيقه ولا يستطيع ايضا ان يفعل اي شيء فيما يخص الجمعيات العموميه واختياراتها الا شيء واحد بس اذا كان هناك مخالفات ماليه غير كده ما نقدرش نتكلم طب ممكن تديني دقيقه لو سمحت دقيقتين بس اتكلم في صلب الموضوع استنى بس والله بتكلم في صلب الموضوع لا انت خدتني في حته ثانيه لا خالص انا بتكلم على جزئيه انا معترض على جزئيه ان انت تقول لي الانديه الشعبيه دعمها ده ما هو نفس الموضوع نفس القرارات يبقى فين طلعتك بره نفس القرارات اللي انا بتكلم عليها يا كابتن النادي الاهلي وانا هنا صحفي دوري ماليش دعوه بقناه النادي الاهلي لما جه مولد الفلوس بتاعت العقود اللي طلعت قال لك لا انا عندي ليميت عندي شرايح ليه؟ لان نادي بيحترم جمعيته عموما بيعرف يعرف فلوسه ويعرف المقدرات الماليه اللي عنده تيجي لانديه ثانيه اللي انا بتكلم عليه يقول لك انت بتكافئ الانديه الشعبيه بتديها فلوس وهي مش عارفه تتحرك اصلا في الفلوس اللي عليها انت بتتكلم على نموذج واحد فاشل لا ده انا بتكلم على نموذج الانديه الشعبيه كلها لا لا انا بتكلم على كل هم كل موافق على القصه ايوه الانديه الشعبيه ما تاخدش دعم ايوه ما تاخدش دعم انديه القسم الثاني اسمع مني معلومه بقى انت بتتكلم دلوقتي في رايي اسمع مني معلومه انديه القسم الثاني ما بتكلمش في رايي انا بتكلم في معلومه الانديه اللي موافقه على القد دي مش معلومه ده ممتاز انديه القسم الثاني اللي كابتن الاسلام بيتكلم عنها بقاله نص ساعه لا تحصل على دعم تتحاسب على ايه تتحاسب ما تديش جنيه يعني انا ازاي اقدر اخلي فريقها تسافر الاولمبي بياخد ايه دعم بلاش الاولمبي لا لا بلاش الاولمبي خليني اقول لك على اسوان اسوان خد ايه اسوان اسوان هينزل نزل السنه الجايه اللي فاتت صح السنه الجايه اسوان هيلعب اول مباراه ضد حرس الحدود في اسكندريه مثلا يعني انا وروح مكادي للغردقه بعدها وبعدين بالظبط هيروح مكادي للغردقه وبعدين يرجع اسوان وبعدين هيروح مش هيجيب منين الفلوس دي كلها اذا كان نادي اسوان عندما كان هناك شركه او كان هناك رعاه وكان في الدوري الممتاز وفي وسط الدوري الممتاز وكان بيشتكي هو بيتكلم على نموذج واحد فاشل لا انا ما بتكلمش على نموذج واحد انا بتكلم على الانديه الشعبيه هو نادي اسوان نفسه طب انت على اساس ايه حضرتك بتيجي تقول لي نادي اسوان فيه كل الشركات اللي موجوده دي وانت مش عارف تجيب رعايه هو ليه مش هو معلش هو انا دلوقتي ملزم انا كرئيس نادي ان انا اروح اقعد مع الناس واضربهم ثانيه واحده بس لا ثانيه واحده بس ان انا اجي للرعاه واضربهم على ايديهم اقول لهم بالعافيه اشتركوا ما هو ليه ما بيشتركش لو انا شغال ماركتنج يا كابتن كويس واعرف اجيب حقوق للنادي بتاعي لو انا شغال انا نادي اسوان نادي في محافظه نادي محافظه نادي شعبي ومش عارف اجيب اللي في المحافظه دول كلهم يرعوني قال لك اصل انا اللي انا عارفه ان الناس دي يعني رؤساء رئيس نادي اسوان تحديدا بيلف على كل الناس وتعالى على فكره الموضوع مش رؤساء الانديه ولا المجالس الحاليين القصه دي توابع مجالس ادارات توابع مجالس ادارات يا كابتن انا نادي محافظه ما عنديش رعاه يجي يشيلوا لي الموضوع لان انا ما بشتغلش اصلا انا عايش مستني ولا دعم وزاره الرياضه احجزين لي فندق اقعد فيه في القاهره الكلام ده ما بيحصلش ده نادي اسوان اللي قال انا عملت اجي اقعد في القاهره انا بغطي وزاره الرياضه من 20 سنه ده لا وزاره الرياضه من سنه عاد وزاره الرياضه من سنه عاد نادي اسوان واحده واحده عشان نسمع بعض عشان الناس نادي اسوان اللي قال كده على فكره في تصريح قال لك انا محتاج دعم من الوزاره عشان السخن جاي انا في الاخر بعيدا عن كل هذه الامور انا اللي يهمني في الاخر ايه مين فشل ومين ناجح انا اللي يهمني في الاخر ان انا ارى دوري للمحترفين جيد بالظبط طب هقول لك حاجه يا محمود هقول لك حاجه يا عبد الحكيم هو كيف يمكن ان اطبق دوري محترفين ها بدون فار مثلا وبادارات متطوعه مش محترفه اصلا كيف يمكن ان اطبق دوري محترفين بدون ما يكون عندي يبقى معظم الحكام اللي موجودين دوليين كيف يمكن ان اطبق دوري محترفين وانا ال20 نادي منهم ما اعرفش كام نادي بالظبط بس عدد كبير من الانديه اللي هتلعب في دوري المحترفين اللي هو القسم الف ها ما عندهاش ملاعب بالظبط كيف يمكن يبقى نرجع للنقطه اللي انا كلمتك فيها في الاول وانديه الاستثمار على فكره ناجله انديه الاستثمار ما عندهاش ملاعب يبقى نرجع للنقطه اللي قلت لك ناجله ناجله لغايه ايه؟ ما هتعمل ايه؟ ما انت بتحط كل الحاجات دي معناها ايه؟ مالهاش معنى ثاني غير كده بس مالهاش لما تيجي تقول للفار اذا كنت انت ما تقدرش تلعب اكتر من اربع مرات في الدوري الممتاز عشان ما عندكش اكتر من اربع عربيات فار ما تقدرش تلعب اربع مرات في وقت واحد فانت ايه الحل ايه دلوقتي؟ تاجله اقول لحضرتك ايه الحل تاني؟
خلاص هو القرار اتاخد خلاص. القرار اتاخد. الفكره دلوقتي في بالناس تلعب في شكل التطبيق في شكل الصعود. احنا دلوقتي انا شايف مع كامل احترام طبعا استاذ محمود مختلف معايا، انا شايف ان قرار دعم الانديه الشعبيه، الانديه الشعبيه ما بتساعدش نفسها اصلا فوق. بص يا حكيم، لا انا شايف ان الانديه الشعبيه يجب ان يتم مساندتها، ويجب ان يتم مساندتها بكل دعمها، مساندتها بالاستقلال ودعمها وكل شيء. هو بياخد 1% من مدخولات اتحاد كره القدم وبيديها للانديه الشعبيه، مش من مدخولات اي حد تاني. يا ابو حكيم ابو عالم معاش جوه الانديه الشعبيه زي انا وانت، فاحنا هنكون منحازين شويه للانديه الشعبيه طبعا كلنا، وهو منحاز على فكره للانديه الشعبيه. وانا عشت جمهوريه شبين نادي شعبي، ونعرف علينا انديه شعبيه، الانديه الشعبيه قوه ناعمه في المحافظات وفي الاقاليم. المشجع وانا مختلف على الكلام. طب هو مش مختلف، هو انا بقول ان بدل ما انت تديهم فلوس ما الناس تشتغل. هو انا مش معترض، ما هو انت بتقول لازم يدعمهم، لا ناخد 1% ونعمل لهم كده. وانا معترض، هو انا معترض على جزئيه ان هم لهم قوه، وان لما الاهلي والزمالك وبلدي. لا طبعا طبعا كلنا بنتمنى ان انا مبسوط على فكره، بقول لك ان كلام الاهلي بيروح هناك كنت بتبقى عيد. طيب مختلف معاك، كلنا نتمنى ان الانديه الشعبيه، ولكن ده كان يعني طريقه المناقشه عشان نصل لحلول، لان احنا في النهايه يجب ان نجد هذه الحلول داخل الانديه الشعبيه. انا اللي يهمني ان انا اشوف زي ما محمود بيقول كده، وزي ما استاذ حكيم بيقول، ان انا اشوف جمهوريه شبين بيلاعب المحله مثلا ولا بيلاعب في الانديه في الدوري الممتاز. هو ده اللي انا نفسي اشوفه، زي زمان لما كنا بنروح نلعب في دمياط مثلا، كنت بتلاقي دمياط كلها مبسوطه، شرقيه فرحان، الشرقيه نفس الكلام. دلوقتي انا ممكن اسالك، تخيل حضرتك احنا 18 نادي منهم 13 نادي شركات. انا عايز اسالك سؤال كابتن، هي فرق والبنك الاهلي مع احترامنا لهم كلهم اصدقائنا بيلعبوا بعض في الدوري الممتاز، وثلاث مشجعين في المدرج، مش ده الدوري المصري؟ الدوري المصري لديه جماهيريه عريضه وتاريخيه لازم نحافظ عليها ونبني عليها. انا معاك على فكره في هذه النقطه، اتفضل يا استاذ حكيم. تعالى بس اخيرا يعني اخيرا نادي اسيوط، ما هو احنا ما عندناش نادي اسمه اسيوط على فكره، احنا عندنا الولاديه والبترول والاسمنت. نادي اسيوط اكس، نادي اكس وخلاص، نادي اكس. لا ما عشان ما انا عايز اقول نموذج، حتى اكس دلوقتي بقى تويتر خلينا حاجه ثانيه، اكس بقى تويتر. انا بتكلم على نادي شعبي. انت لو بيلعب دوري ممتاز، لو نادي بيلعب دوري ممتاز عايز كام فلوس يا استاذ محمود؟ لا كتير في الاسعار الحاليه، قول لي كام. لا مش اقل من 50، مش اقل من 100 مليون بس. خلينا 50 مليون. الوزاره تدي له كام، والاتحاد يدي له كام، وهو هيقدر يجيب كام؟ يعني انت لو بتتكلم على جزء المفروض يدعم، المفروض يبدأ يجيب ال 50 تقريبا، يوصل يعني انت عايز الناس تديله 50 مليون كل سنه؟ لا هو زي ما انت بتقول التلات حاجات دي لما تنطبق او يعني تكتمل، هو نفسه يشتغل يجيب له 10 20 والوزاره تدي له 10 20. يا كابتن انت عارف ممكن يصرف 10 بس او 20 في دوري ممتاز ازاي بقى ان شاء الله؟ لو طبقت اللعب المالي النظيف على انديه الاستثمار، لو طبقت اللعب المالي النظيف، ما انا بقالي سنه بقول هذا الكلام والدنيا قامت عليا ومعادش. قلت لك من الاخر طبق اللعب المالي النظيف وحاسب الانديه. يا راجل ده انت ما عملتش، طب لعبت ماتش بالنهار قال لك اسحب استثمارات. يا استاذ محمود بتتكلم ايه ده بقى بقراره؟ ده انت لعبت الساعه 3 العصر قال لك اسحب استثمارات. مش بتسالني على الصح. طب هو ما هو مين الانديه اللي انت بتتكلم، اللي عارف اللعب النظيف طبق على مين؟ مش هتطبق على الاهلي، هتطبق شغل على النادي ده. ده النادي الوحيد اللي عنده الموضوع ده. اي نادي اللي صارف مليار، اي نادي هيصرف المليارات والملايين. بص اكتر نادي اللي احنا بنتكلم عليه مثلا المفروض الناس تفتكر عشان في قناه الاهلي، الزمالك. الزمالك عنده مداخيل تمام وبيصرف، هتلاقي في نفس الوقت لما تيجي تبص مش الارقام الفوارق الكبير في اللعب النظيف مش هتطبق على الزمالك. لا لا كان على استثمار، انديه الاستثمار. ما هو اللعب المالي النظيف هتطبق على مين؟ انديه الاستثمار. هو نادي واحد في مصر اللي هي بتتكلم ده، ما عندوش مداخيل وبيصرف مليار جنيه. لا في كذا واحد عدهم لك بعد الهوا. طبع لهم اللعب المالي النظيف ما بيجوش وحاسب الانديه الشعبيه. طيب عموما هنشوف هذا الامر، ولكن عشان نلحق نتكلم كلمتين بس على النادي الاهلي. النادي الاهلي في مثل هذه الظروف اخيرا برضو، لانه ده الموضوع اللي الناس بتتكلم فيه، وموضوع سيد عبد الحفيظ وخالد بيبو، كابتن سيد عبد الحفيظ، وتغييرات حصلت في قطاع الكره، استاذ عبد الحكيم كابتن سيد ودكتور احمد ابو عبلة، وحتى الان يعني ان شاء الله ما نشوفش حاجه تانية في الايام القادمه، ولكن كابتن سيد ودكتور احمد ابو عبلة جه مكان كابتن سيد كابتن خالد بيبو ودكتور احمد ابو عبلة، حتى الان لم يتم الاعلان عن رئيس الجهاز الطبي. رايك في هذا الامر؟ تمام. كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا راجل لا خلاف عليه، ما فيش حد يقدر يتكلم عليه، والنادي الاهلي حتى نفسه طلع اتكلم عليه ووجه له الشكر على الشكل المحترم. انا بعيدا عن التغييرات دي، وان دي سنه الحياه، وان ده انك بتصنع كوادر جديده، وان كابتن سعد حفيظ ليه دور، وهو ابن النادي الاهلي، وقت ما النادي الاهلي هيحتاج له هيلاقيه. انا شايف ان اللي بيحصل ده كله دي هوجة عشان الناس تتجر من مشاكل موجوده في اماكن تانية تدخل فيها النادي الاهلي ينجر فيها. ده وضع طبيعي جدا. النادي الاهلي خد قرار بان انت تطلع من قطاع الناشئين تحطه في مدير الكوره، وتطلع كابتن وليد سليمان تصعده مدير قطاع الناشئين، والكابتن سعد الحفيظ تم توجيه العرض عليه انه يبعد ولا يتخطى شكل يوافق او ما يوافقش، ده شيء يخص النادي الاهلي.
في ناس تانية طالعه دلوقتي تتكلم. انا ده اللي انا شايفه، انا وجهه نظري الموضوع في الاهلي انا شايفه شيء طبيعي جدا. ممكن يكون في حاله زعل، اي حد اي حد بيعدي من سور النادي الاهلي بيتمنى يعدي تاني يوم جنبه، ما بالك اللي شغال في النادي الاهلي. ممكن كابتن سيد زعلان، ده وارد على فكره، واي حد فينا لو شغال في النادي الاهلي وتقال له النهارده شكرا حتى طبيعي هبقى زعلان، بس زعل طبيعي جدا، زعل في الاطار. لكن في ناس بتحاول تجرك ان في خناقه وفي مشكله وعملوا، انا شايف ده اجراء طبيعي بتصنع كوادر. وتقدير كبير جدا لكابتن سيد، وكابتن سيد ليه دور وهيروح وهيجي، والنادي الاهلي ولاده رايحين جايين معاه عادي جدا، ما فيش مشكله. انا شايف الوضع طبيعي، لا في حد طلع قال لك ده انت كنت جاي بشبشب، ولا حد طلع اصل انت مش عارف مين، شكل محترم وتقعد مع الراجل. ممكن تكون حاجه الناس ما كانتش متوقعه، اوكي ده حقك على فكره، لكن لا طلع هل حد اهم تعدى حتى موجه الشغل كابتن سيد؟ لا بشكل محترم جدا. عمرها ما حصلت مع كابتن سيد او مع غير كابتن سيد يعني. وهيجي في يوم من الايام كابتن سيد يشتغل في النادي تاني، ووارد انه يبقى لجنه التخطيط. ده مليون في الميه، مش هيجي يوم طبعاً. مليون في الميه، مليون في الميه، وده شيء طبيعي جدا. كابتن خالد بيو تجربته، ندعم كابتن وليد سمان في تجربته، ندعم كابتن رجب في تجربته، ندعم اي حد اللي هيجي في الجهاز الطبي. بس ما فيش حد يدخل من بره منظومه الاهلي يحاول يجرك يغطي على مشاكله انه يدخل ياخدك في موضوع، اجراء طبيعي جدا. ده في ناس بتغير الصبح لو صحيت من النوم الحق الكرسي، انت بتغير بعد كام سنه، ده اجراء طبيعي جدا على فكره. يعني انا شايفه طبيعي عادي، وده حق من حقوق الاداره. محمود شوف يا كابتن اسلام، تاريخ المنصب نفسه هو مدير الكوره ده هيتوقف كتير جدا جدا قدام سيد عبد الحفيظ كمدير للكوره حقيقي، لانه راجل حقق انجازات مش طبيعيه، قعد فتره طويله جدا في منصبه، علاقته بالكل كانت علاقه ممتازه، وبالتالي فكره تقييم سيد عبد الحفيظ اعتقد ان احنا تخطيناها الى حد كبير. هل من حق اداره النادي الاهلي تحدث اي تغيير في المنصب ده؟ طبعا من حقها مليون في الميه. كابتن محمود الخطيب كمفوض من مجلس الاداره بإشراف على ملف الكوره ومعاه لجنه التخطيط، من حقها انها تحدث اي تغيير في الوقت المناسب اللي هي شايفاه، خاصه في ظل وجود نجاحات. على فكره من اهم الملاحظات على هذا القرار ان انت بتغير وانت ناجح مش وانت فاشل. اهم ملاحظات الجمهور خلي بالك، وده من قوه الاداره بالمناسبه، ان هو ما غيرش وهو فاشل، واخد بالك؟ ده هو غير وهو ناجح حقيقي. تمام، ومحدش دايما بياخد قرار متسرع في النادي الاهلي، اكيد حصل دراسه له، هذا في شك الكابتن سيد عبد الحفيظ. كان هنا عاوز اتوقف قدام نقطه في غايه الخطوره كابتن اسلام حصلت في الايام الاخيره، هو الهجوم على الكابتن خالد بيبو بشكل مرفوض. بس انا ما شفتش هجوم، هجوم على كابتن خالد انا ما شفتوش كتير، لكن انا شفت بالعكس، انا شفت دعم الكابتن خالد من اول من امبارح مثلا، بعد الناس بدات تنبه. والله طبعا اوكي، عشان كده يعني امبارح شفنا دعم. انا يعني انا كنت مبسوط جدا بالدعم ده، جمهور الاهلي الواعي. الناس كانت بتتكلم على ناس زعلانه ان سيد مش موجود، لكن ما كانش حد بيجيب سيره خالد بصراحه. لا يعني حصل، وحكيم حتى اشتركنا في الحوار فاكتر من مره في الاطار ده، وجمهور الاهلي الواعي بقى هو اللي بيصحح بالظبط كده المسار، انه يا جماعه الراجل لسه ما غلطش عشان تنتقده، لما يغلط يبقى انتقده. لا بس خلي بالك هو برضو يعني ممكن جدا يخطئ يعني. ايوه انتقده، كابتن خالد بيخطئ جميل. وانا هنا ما بحبش المقارنات يعني بالزبط. انا ما بحبش اقول لك ايه طب هو اصل الفرق ما بين الكابتن خالد والكابتن سيد. لا كابتن سيد له شخصيته وطبيعته وطريقته بالزبط. في اسلوب الاداره، اداره كره القدم او اداره كمدير كره في النادي الاهلي، ومليون في الميه كابتن خالد بيبو له اسلوبه وادارته المختلفه عن كابتن سيد. تطابق في ده حاجه وده حاجه يعني، زي ما اقول لك ايه مين اقرب مين اسلام الشاطر الباك رايت اللي شبه اسلام الشاطر، اقول له ما فيش حد، اسلام حاجه وهاني حاجه ومحمود شوقي حاجه وعبد الحكيم ابو علم حاجه، كل واحد حاجه، كل حاجه له ستايل. انا هنا يا كابتن اسلام بتكلم فكره انه مرحله وعدت، تفتح صفحه جديده مع مدير كوره جديد. بلا شك بلا شك انه اداره النادي الاهلي لما اختارته عن وعي وعن دراسه، واختارته عشان خاطر الراجل الانسب لهذا المكان. خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي عدة سنوات، لما بتصعد مدير كوره وجب على الجميع دعمه، وبعد كده تقييمه، مش تقييمه قبل دعمه صحيح، مش تقييمه قبل عمله. يعني اي حد في العالم بيشتغل، احنا صحفيين هنبقى نقيم يا عبد الحكيم قبل ما نخش الجرنان ولا بعد ما نخش؟ بعد ما نكتب ولا قبل ما نكتب؟ وبالتالي التقييم يا جماعه بعد التجربه مش قبل التجربه. ختاما بس مش عشان نطول في المنطقه دي، انه كابتن سيد عبد الحفيظ ده الناس اللي كانت بتهاجم كابتن سيد هي اللي طلعت تشيد بيه، وتقول له بتنتقد ازاي تشيل كابتن سيد، الناس اللي كانت بتهاجم ليل نهار. ايوه ما هو عشان يدخلك برافو، انت اتكلمت برضه بس انا قلت الكلام ده. الناس بقى يعني ناس اهلاويه قريبين حبايبي يعني، جماهير الاهلي من حقهم تعمل اللي انت عايزه يعني. ما اصل طبعا من حقهم يعملوا اللي هم عايزينه، ولكن هم بيقولوا لي ايه، اصل انت واخد الموضوع ان انت لسكه ان والله العظيم الناس فعلا
فعلا بتعمل كده علشان تخليك ايه تخش في خناقه ما بين كابتن سيد عبد الحفيظ وما بين الاداره وما بين مش عارف ايه لا وتنسى الموسم التاريخي برافو عليك. هو ده يعني. طب كويس ان احنا قريبين يبقى لنا يومين الامور واضحه. الناس بتنتقد قرار مش طب انت مش كنت كابتن سيد كنت بتهاجموه؟ طب دلوقتي بقى بتهاجموه عمال انت بتريقوا عليه وبتعملوا والله العظيم انا والله العظيم ببص له بيصعب عليا. يقول لك وهناك لغز وراء وانا اطالب انه يجي مدير منتخب. يجي مدير منتخب كان بيهاجمه قبل كده ده كان كابتن سيد مره طلع قال لك انا بعمل سيرش باسم الشخص ده طلع لي سيد عبد الحفيظ افتكرت نفسي هو من كتر ما كان بيهاجم كلامه عليه قال لك بسرش على اسمه لقيت بيطلع على سيد عبد الحفيظ وده اللي بيطالب انه يجيب مدير منتخب دلوقتي عشان مشي. انا بقيت والله العظيم انا بصيت كده كل واحد بياخدها بالمناسبه كابتن سيد يبقى رائع جدا لو جه مدير منتخب طبعا بالمناسبه يعني طبعا لا خلاف على كده وكابتن لا يعني عشان الناس ما لا طبعا لا انا بتكلم على الشخص اللي كان بيهاجم للكابتن سيد ليل نهار بتكلم على الشخص تناقض الشخص التناقض الرهيب لا هو بيحاول يزرع محمود المشكله ما بين عايز يزرع ما هي دي القصه ان هو عايز يعني في ناس او بعض ما نلاقيه يشجع النادي الاهلي رايح لسكه ايه يزرع المشكله عشان الناس تطلع تتكلم. احنا بقالنا يومين ثلاثه او من يوم الجمعه لغايه دلوقتي ما بنتكلمش غير في هذا الامر ولكن تيجي تتكلم عن انجازات النادي الاهلي هذا الموسم التاريخي مش في كره القدم بس بالمناسبه ولكن احنا عندنا موسم عملتوا حلقه ممتازه كابتن اسلام بحييك عليها احنا عملنا عن الانجازات النشاط الرياضي الموسم ده مش في كره القدم بس ولكنها في كل زي ما انت قلت كده في النشاط الرياضي في كل العاب النشاط الرياضي وكل الالعاب التاريخي عن حق يعني فالناس عايزاك تنسى كل هذه الامور. وكابتن سيد عبد الحفيظ يعني احنا ممكن يعني انا ممكن اقول لك ما اقولش مثلا كابتن سيد عبد الحفيظ عمل وسوى كابتن عبد الحفيظ مش محتاج مننا شهاده صحيح هو حقق خلاص عمل وفعل تمام يعني النادي الاهلي طبعا اللي بيعمل بس وهو نفسه يقول لك كده بس هو شارك في انجازات كتير جدا. احنا لو حتى دلوقتي في قناه النادي الاهلي ما قلناش ان كابتن سيد عبد الحفيظ عمل هو مش محتاج شهاده مننا لانه تاريخه خلاص موجود. على فكره كابتن اسلام النقطه دي هي احلى ما في الاهلي. تعرف ايه يا كابتن؟ انه راح مدير كره بيرحل من منصبه تمام وقناه النادي الاهلي تتحدث عنه بهذا الجمال. الله خلي بالك يعني خلي بالك يعني خلي بالك دي نقطه في غايه الاهميه لازم الناس تنتبه ليها ودي الاسس اللي احنا بنربيها لاولادنا وشبابنا الصغير ان حتى ما تختلف مع حد او حد بيترك منصبه لازم تحييه وتشوت بيه وتسلط الضوء على انجازاته حتى لو مختلف معاه على فكره حتى لو احنا يعني احنا مش مختلفين مع كابتن سيد ولكن نقول حتى لو حد غير كابتن سيد يعني شفت بدر بنون بدر بنون فاكر لما كان الاهلي في المغرب قال لك انا الكابتن محمود الخطيب وانا ماشي كلمني وقال لي باب النادي ده بدر بنون ده مغربي لو يعني جه قعد معنا سنه اقل من سنه كمان سنه قال لك كابتن محمود الخطيب كلمني وقال لي باب النادي مفتوح لك في اي وقت. اذا خلينا نختم بهذه المقوله الرائعه. الحقيقه انا بشكركم جدا على هذه المناقشة الجميلة جدا. انا كنت اتمنى كانت تحول خناقة من شوية لا ما فيش مشكلة ما هو الخناقة في مصلحة المشاهد الاندية الشعبية طبعا وفي مصلحة الاندية الشعبية بالفعل لان احنا كلنا نفسنا نرى كل الاندية الشعبية موجودة في الدوري الممتاز مع احترامنا الشديد طبعا لاندية الشركات الاندية الشعبية وتبقى المنافسة اكبر لشركات كرة ويديرها ناس محترفين صدقني هو ده يا ريتك قلت الجملة دي من بدري مين اللي هيعمل الجمعيات العمومية اللي تعمل الكلام ده؟ حلوة دي ما هي الجمعيات العمومية اللي تعمل الكلام ده ان شاء الله الجمعيات العمومية لكل الاندية الشعبية تعمل كل هذه الامور. انا بشكرك جدا استاذ عبد الحكيم على وجودك معانا شكرا جزيلا بشكرك استاذ محمود ربنا يخليك على وجودك معانا شكرا جزيلا انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير.